بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي، وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي الليلة. أسعد بصحبتكم النهاردة طبعا، ومعايا لفيف من الزملاء الأعزاء. لكن النهاردة هيبقى عندنا في الأهلي الليلة حاجة مختلفة. الإعلامي الكبير الأستاذ شريف فؤاد هيكون معانا النهاردة في فقرة ثابتة في الفترة الجاية، والفقرة الخاصة دي هتكون عن لائحة النادي الأهلي ولائحة النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية، عشان تعرفوا اللائحة وتقدموا لديكم من تصورات كل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والأمور تبقى متشافة بشكل كويس جدا. حرصت إدارة النادي الأهلي تكون الفقرة دي موجودة في برنامج الأهلي الليلة علشان تشوفوا حاجات كتير جدا وتعرفوا على اللائحة وتشوفوا مناقشات حيوية كبيرة جدا في برنامج الأهلي الليلة هيقدمها لنا الإعلام الكبير الأستاذ شريف فؤاد. أكيد النهاردة معانا حاجات كتير جدا، لكن لازم أرحب في البداية بزميلي محمد سعيد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميلي العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالتأكيد يعني جمهور النادي الأهلي في هذه اللحظة بيعيش نشوة الانتصار والفوز بعد مباراة كامبالا سيتي، وبالطبع لا حديث يعلو فوق طبعا حديث مباراة الأهلي وكامبالا سيتي والاستعداد بقى للمرحلة القادمة ودور ربع النهائي وقرعة دور ربع النهائي بإذن الله يوم الاثنين القادم. زميلي إيهاب، طبعا فوز غالي يا محمد، وفوز الأهلي ضرب بيه يعني أكتر من عصفور بحجر، خاصة يعني قلنا قبل كده واتكلمت معاك ازاي تبقى بعيد وازاي اول ماتشين في البطوله تبقى بعيد خالص، ويمكن يعني تصمم انك تتصدر المجموعه عشان تشوف اللي جاي وناوي، رغم المشاكل الكتيره اللي موجوده في البطولات الافريقيه ورغم الضغط اللي موجود في المباريات والمباراه الصعبه جدا اللي كانت موجوده امبارح 4-3، وفوز مع فرقه دايما يا محمد اللي بتيجي مش باكي على حاجه دي تخاف منها، الفرقة اللي جاية بتلعب ماتش مفتوح، جاية تتمتع، جاية تأدي، كمان عزوف في الجماهير امبارح عن الاستاد أكيد أكيد أثر بالسلب، لكن في النهاية الحمد لله النادي الأهلي قدر واستطاع إنه يحقق مكسب مهم جدا يا محمد، رباعية، رغم إن في بعض الأخطاء الدفاعية، رغم إن في بعض الأخطاء، ولكن ضغط المباريات بيولد أكتر من كده، في النهاية حققت المراد والجهاز الفني معترف بالأخطاء وبيقول القادم أفضل يا محمد. صحيح زميلي إيهاب، يعني الماتش امبارح كان فيه امور كثيره جدا، لو بتتكلم في عناصر متعدده تقدر تحط عناصر من 1 إلى 10 ما بين ايجابيات وسلبيات للمراحل القادمه، لكن روح الفانيلا الحمراء، اداء فريق النادي الاهلي امبارح والمكسب مش متوقف فقط على 3 نقاط وللاهلي تصدر المجموعه، لكن امبارح كان فيه صور ولقطات مهمه جدا من هذه المباراه رسخت عقليه فعلا روح الفانيلا الحمراء ومبادئ النادي الاهلي والعلاقات الطيبه بين لاعبي النادي الاهلي. مشهد اكرم توفيق مع حسام عاشور، موقف ومشهد هشام محمد مع عمرو السوليه، انا بتكلم على هذه اللعيبه تحديدا في هذه المراكز باللقطات اللي تم تصويرها بالامس، ادت انطباع مختلف تماما عن الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي. المكسب كويس، الانطباع العادي بالفعل. الكاميرا يعني غالبا ما بتجيبش الحاجات دي، لكن هو ده اللي بنطلع نتكلم عليه يا محمد، والناس تبقى مش واخده بالها ومش عارفه، بنقول كويس بالزبط. ان ده في لقطه جابته بالظبط، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ولما بنتكلم ان الحاله المعنويه جوه الفرقه مختلفه تماما، التعامل النفسي ما بين الجهاز الفني والفريق مختلف، الفتره القادمه انتظروا نتائج افضل لان الصوره جوه احنا شايفينها بشكل مختلف، لكن لما بتيجي بقى كادرات الكاميرا في نهايه المباراه بتشوف هذه اللقطات، الجمهور بقى بيستوعب الشكل خلال الفتره القادمه. النقطه السلبيه الوحيده بالطبع زي ما ذكرت زميلي ايهاب موضوع الجماهير اللي كان فيه امبارح حضور قليل جدا 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 عما هو متوقع بالنسبه لمباريات الاهلي الافريقيه، وليست لها علاقه ان الاهلي تصدر المجموعه وتاهل فبالتالي الجمهور ما حضرش. عايزين نحط ايدينا على ارض الواقع ونشوف هذه المشكله وازاي نحلها، لكن انا عندي احساس وفي معلومات باذن الله ان بعد ان شاء الله تاهل الاهلي للادوار النهائيه وفي الدور قبل النهائي باذن الله على اوائل شهر اكتوبر لما الاصلاحات والامور الفنيه في استاد القاهره تنتهي باذن الله على خير، سيستطيع النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله من خلال مجلس ادارته كما فعل في مباراه منانا الجابوني بعد غيابه والاهلي لعب على استاد القاهره. القاهرة. لكن كنواحي فنية مباراة فيها مكاسب كبيرة جدا، مكاسب على المستوى الهجومي، مكاسب حتى في الناحية الدفاعية للجهاز الفني وضع إيده حتى على انتقالات يناير اللي محتاجه الفريق في الفترة القادمة، وتصدر المجموعة كمان امبارح اداك أرقام قياسية كبيرة جدا طبعاً عن كل الفرق الأفريقية زميلي إيهاب. أكيد يا محمد، لكن معنا أخبار سريعة، والبداية كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي شايف ان النادي الاهلي استحق المكسب في مباراه الامس وقدم مباراه رائعه جدا، اثنى على لاعبي الفريق وقال ان ضغط المباريات عامل مشاكل كثيره، لكن قال كنا قاريين المنافس بشكل كبير وعارفين وهيجي يلعب
جيم مفتوح فرقة مميزة جدا، فرقة بتعتمد على التصوبات والكرات العرضية، قال الأخطاء واردة ولكن يجب في هذا التوقيت أننا لما بنعرف الأخطاء بنعالجها في بشكل كويس، وقال المرحلة الجاية هتكون بشكل أفضل من ممتاز. كمان الحديث في الفترة الماضية أو الساعة الرياضية عن محمد صلاح اللاعب المصري ومحترفنا في ليفربول، والحديث هقول لكم إسدال الستار وزير الشباب والرياضة قام بالاتصال بمحمد صلاح وقال له كل أمورك مجابة يا صلاح وإحنا الأمور هننهيها تماما. اتحاد الكورة أعلن بالأمس رسميا عن طريق الأستاذ أحمد مجاد إن كل طلبات محمد صلاح هتكون منتهية والأمور هتنتهي تماما. خلينا أقول لكم إن القصة هتقف في حتة واحدة، في إشكالية هتفضل موجودة بين اتحاد الكرة وبين محمد صلاح. الإشكالية بتتلخص في الحقوق التجارية، حطوا تحت عنوان الحقوق التجارية. قصة طيارة مميزة وقصة عربية وقصة حارس أمني، الكلام ده كله هيتوفر في الفترة الجاية، والكلام ده على فكرة طبيعي، ويبدو أن عدد من لعيبة المنتخب تضامنوا مع صلاح بشكل ما، اللي نزل صورته على انستجرام أو اللي نزل بوست كده وكاتب كلمة لصلاح، لأن اللعيبة في حرج كبير جدا. بعض اللعيبة بيخشى أنه ممكن لو قال حاجة تحسب عليه في الاتحاد، ولكن في نفس الوقت شايف أن محمد صلاح قال حاجات مهمة. الأكتر حاجة قالها صلاح من وجهة نظري كانت مهمة هي الحديث أن الغرف ما بتعرفش تقعد فيها لغاية 4 و6 الفجر، دي نقطة مهمة جدا ودي نقطة إدارية مهمة جدا، ولازم الأستاذ إيهاب لهيطة مدير إداري المنتخب أو مدير المنتخب كان لازم يطلع يفسر الحتة دي. لكن عموما في الفترة الجاية الأمور هتبقى منتهية تماما. للأسف معظم وسائل الإعلام العالمية والغربية بتشتغل دلوقتي وبتتكلم وليها تصريحات غريبة جدا وتقارير غريبة جدا بتفردها عن أن محمد صلاح لما بينزل مصر يبقى في خطر، في مشاكل عند محمد صلاح وتقارير غريبة جدا. فأنا بقول لازم يصدر الستار تماما زي ما عمل وزير الشباب والرياضة، ولازم الأمور دي تتحل بشكل أفضل من كده، لأن القصة كبرت قوي وفي الاخر نقدر نحلها. لكن لازم وزاره الشباب والرياضه تقعد مع اتحاد الكوره وتقعد مع محمد صلاح. كل اللي اتقال ده كلام كويس جدا وهيتحل، هتبقى مشكله واحده بقولها من دلوقتي، الحقوق التجاريه لازم يتدخلوا فيها، وان شاء الله تكون الامور ماشيه على خير. عندنا ماتش مهم جدا يوم 8 الشهر المقبل امام النيجر، مباراه مهمه جدا للمنتخب المصري في التصفيات الافريقيه المؤهله للبطوله الافريقيه بالكاميرون، خسرانين من تونس، نقدم ماتش كويس، لازم المنتخب كله يتقال يعني يتجمعوا بشكل كويس جدا، خاصة هيكون معانا فقرة وهنتكلم عن قائمة المنتخب والأمور اللي في المنتخب، وكل التوفيق للمنتخب المصري، توفيق بكرة لمحمد صلاح النجم المصري اللي على موعد بكرة في مقارنة كبيرة جدا مع مودريتش ومع كريستيانو. الساعة 7 هتبدأ حفلة إعلان أفضل لاعب أوروبي، صلاح بالأرقام مش بعيد. نتمنى له التوفيق، نتمنى للمنتخب التوفيق، نتمنى ان الكل يدير باحترافيه. ارجع تاني مره اخرى لزميلي محمد سعيد، واكيد عندنا حاجات كتير النهارده يا محمد. قبل ما اتكلم في الفقرات القادمه، لكن يبقى سؤال مهم زميلي ايهاب في موضوع محمد صلاح. في البدايه الكل كان قلق من العلاقات اللي ممكن تكون بين لاعبي المنتخب بعد طلبات محمد صلاح، لكن بالامس واول امس بعد التويتات الداعمه من عدد من لاعبي المنتخب، هل تتوقع ان في ظل غياب عدد العناصر اللي كانوا بيحملوا شاره كابتن منتخب مصر وشاره القياده، من الممكن احمد المحمدي او النني او حجازي يتنازلوا عن شاره القياده لمحمد صلاح في مباراه النيجر؟ لا، خلينا نتكلم، التنازل عن شاره القياده ده مش هيبقى هو المطلوب، لان انت بتتكلم عندك لاعب زي شريف اكرامي لما يكون موجود، عندك لاعب زي احمد فتحي لما يكون موجود. فيعني انا شايف لو احمد فتحي موجود في الملعب لم يتم اختياره، ودي علامه استفهام كبيره جدا. ولكن اذا تم اختيار احمد فتحي وجينا النهارده، محمد صلاح نفسه مش هيرضيه ان فتحي يديله الشاره، ده مجهود لاعب كبير. في بعض اللعيبه القريبه من بعض، يعني احنا دلوقتي وفقا للاختيارات الموجوده المحمدي هو المفروض القائد. طب المحمدي يبدا التشكيل ولا لا؟ طب لو بدا التشكيل صلاح، يعني كده كده الشاره في الفتره اللي جايه رايحه لمحمد صلاح، ولكن دايما مسؤوليه كبيره على قائد المنتخب. الكلام اللي قاله صلاح يا محمد وفسر حته واحده في الفيديو بتاعه كانت من وجهه نظر رائعه، قال لك انا بطلبش ده لصلاح بس، انا بطلبه لكل اللعيبه. اعتقد دي الرساله اللي وصلت للكل، ودي الرساله لازم ناكد عليها. لكن التوقيت صعب قوي يا محمد، والمباراه خلاص يوم 8، وفي يعني احنا شكليا الامور بتهدى، لكن انت عارف وانا عارف ان الموضوع عامل حراك كبير جدا جدا يا محمود يا محمد في حكايه اللعيبه، يعني عامل حراك كبير ولا ايه يا محمد؟
بالتاكيد زميلي ايهاب، يعني في حركه في الوسط الرياضي والوسط الاعلامي بسبب هذا الموضوع، ولان صلاح لما بيتكلم او بيكتب تويته او بيتحدث في فيديو بالطبع يعني كل وسائل الاعلام بتتحدث بقى وبتتناقل، وفي التوقيت الحالي محمد صلاح ما بيتكلم عن امور تتعلق بالمنتخب في الفتره القادمه. لكن الشيء الايجابي اللي بصراحه لاحظته خلال الساعات الاخيره رد فعل زملائه في المنتخب الوطني، ان كلام محمد صلاح كان بيتعلق بالمنتخب يعني اجمالا، وبالطبع خفير اجيري بقى والجهاز الفني خلال الفتره القادمه عليهم دور كبير جدا كمان في لم كل هذه الامور ولم الشمل، وان ازاي المنتخب يستعد للمرحله القادمه اللي عندنا تصفيات افريقيه وعندك بطوله امم، فبالتالي الجمهور او جمهور الكره المصريه بشكل عام كل هذه التفاصيل الفنيه او الاداريه ما بينظرولناش لها يعني بنظره كبيره، لكن النظره الاساسيه بالنسبه له ان ازاي المنتخب يكسب ويحقق انتصارات ويفوز بالبطولات، وده اللي جمهور الكره المصريه عايزه. لكن الحاجات الاداريه او الحاجات الفرعيه الجمهور ما بيهتمش بيها قوي، لانه عايز في الاخر النتاج الجماعي، وده اللي بننتظره باذن الله من الجهاز الفني للمنتخب خلال الفتره القادمه بعد اختيارات النهارده كانت مفاجاه في العديد من اللاعبين زي ما ذكرت زميلي ايهاب. لكن يبدو ان الاتجاه الفتره القادمه من خلال خفير اجيري او هاني رمزي النزول بالاعمار السنيه، و ده واضح طبعا محمد في الاختيارات. لكن عايز تسمع خبر حلو، الاهلي بيعلن الان فتح باب التسجيل للجماهير، الان النادي الاهلي بيعلن فتح باب التسجيل للجماهير، جماهير النادي الاهلي تسجل طبعا قاعده البيانات والناس تسجل، وكل ده هنقوله في حلقتنا النهارده ازاي هتسجل وهتعمل ايه، اكيد خبر مميز يا محمد. بالفعل زي ما قلت حتى في بدايه المقدمه، اداره النادي الاهلي تهتم جدا بجماهيرها خلال الفتره القادمه كما حدث في الفتره الماضيه، وتضع اداره الاهلي مصلحه جماهيرها نصب اعينها، وتختار التوقيت المناسب لاستضافه المباريات في ملاعب تتسع لعدد كبير من الجماهير. ولولا الظروف التي جاءت في استاد القاهره في الفتره الاخيره ما بين اصلاحات فنيه في ارضيه الملعب لكان الاهلي لعب كل مبارياته على استاد القاهره كما حدث في مباراه منانا الجابوني، وهذه المباراه اقيمت على استاد القاهره بعد فتره طويله كان الاهلي يلعب مبارياته الأفريقية على استاد برج العرب، والبطولة الأخيرة لم تكن بعيدة، المباراة النهائية أقيمت على استاد برج العرب أمام الوداد البيضاوي المغربي. وبالتالي خلال الفترة القادمة بإذن الله ننتظر المزيد والمزيد من الاتفاقات والنجاحات في اختيار ملاعب جيدة للنادي الأهلي، وأن يكون بإذن الله استاد القاهرة الملعب الرئيسي للنادي الأهلي في المراحل القادمة. النهارده زميلي إيهاب زي ما نسفر بقى وندخل في حلقات بالظبط، نبدأ بقى صفيرة البداية. اتفضل يا محمد. النهارده عندنا تفاصيل كتيره جدا وفقرات غايه في الاهميه. اولا بالطبع بالامس فوز الاهلي على كامبالا سيتي، والحديث عن مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه، وهناك حدث مهم جدا يوم الاثنين القادم، قرعه دوري ابطال افريقيا مرحله الدور ربع النهائي، ومواجهه النادي الاهلي في هذه البطوله، يواجه وفاق ستيف الجزائري ام حوريه كوناكري الغيني او الغصص الانجولي. كل هذه التفاصيل مع فوز الاهلي ببطوله او العديد من المباريات في بطوله الدوري خلال الفتره الاخيره، هيكون في ضيف مهم جدا مع زميلي الاستاذ ايهاب الخطيب الكابتن محمود صالح احد نجوم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي الاسبق، هيتحدث بقى عن كل هذه التفاصيل. ثم الفقره الثانيه فقره حواريه هامه جدا جدا، واليوم بدء تدشين هذه الفقره الحواريه من خلال الاعلامي المتميز الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي، وهيكون ضيف النهارده معاه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي وعضو اللجنه المركزيه لمناقشه لائحه النادي الاهلي، وكيف يستطيع اعضاء النادي الاهلي تحديد مصيرهم من خلال جمعيه عموميه وتقديم اقتراحات عرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية بإذن الله الغير العادية في نهاية شهر سبتمبر المقبل. ثم الفقرة الثالثة والأخيرة مع أحد نجوم النادي الأهلي الكابتن خالد العوضي المذيع اللامع في الفقرة الثالثة، معه طبعا فقرة الألعاب الأخرى مع نجوم الباليه المائي، وحديث مختلف تماما في اتجاه مختلف مع الألعاب الأخرى والألعاب الرياضية في النادي الأهلي، تفاصيل مختلفة. الأهلي الليلة بالطبع في ليلة استثنائية بموضوعات مختلفة، فقرات فنية، فقرات إدارية، فقرة الألعاب الأخرى، عندنا تفاصيل كتيرة جدا. إليك الكلمة زميلي إيهاب. شكرا محمد، أكيد حلقة دسمة جدا، وأكيد بكرر الترحاب بالإعلام الكبير الأستاذ شريف فؤاد اللي هيكون منور النهاردة الأهلي الليلة في فقرة ثابتة في الفترة الجاية عشان نتكلم عن لائحة النادي الأهلي. فاصل ونتواصل بعد الفاصل كابتننا الكبير الكابتن محمود صالح. اهلا بكم كل متابعينا ومتابعي الاهلي الليله. النهارده عندنا فقره مهمه جدا، اولى فقراتنا الحواريه هنتكلم بشكل كبير عن فرقه كره القدم، هنتكلم عن مباراه كامبالا، هنتكلم عن قلقكم اللي انا حاسس بيه والناس بتكلمني واحنا جايين قلقانين شويه على الفرقه، يعني في بعض الاخطاء وارد جدا من ضغط المباراه لكنك في الاخر بتحقق الهدف.
الكلام ده واكتر هنسمع اجاباته، اجابات قويه جدا من نجم كبير من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمود صالح. مشرفنا النهارده. الله يخليك يا زهاب. اخبارك يا كابتن؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله تمام. الشكوى في الفتره الاخيره وانت واحد من مدافعين مصر ومدافعين النادي الاهلي من بعض الاخطاء الدفاعيه، ببدا معاك الحلقه سخن شويه بس مش معقوله يبقى معايا واحده يعني واحد من صخره الدفاع ومدافع كبير جدا وما نقدرش نتكلم على النقطه اللي دايما الناس بتتكلم فيها. يعني انا شايف المشكله مش في مستوى، مش يعني مش في المستوى، يعني لما يكون عندنا مشاكل في يعني في انخفاض مستوى اللاعبين سواء في الجانب الدفاعي او الجانب الهجومي دي بتبقى في مشكله طبعا لحلها، يعني هل اللعيبه تقدر تصحح الاخطاء دي ولا لا؟ انما الاخطاء انا شايفها تتصحح، يعني شايف يعني التركيز قليل، يعني لازم يكون التركيز يكون اكتر من كده، التنظيم الدفاعي يكون احسن من كده، التوجيهات بين اللاعبين وبعضهم لازم تكون افضل من كده. احنا كنا زمان دايما كان في توجيهات من حراس المرمى، انا شايف حتى لو اللي قدامي دوت كابتن او نجم اكبر مني في الفريق كان في يعني في ساعه صدر دايما انا شايف افضل اوجهه يمين شمال راجل في ظهرك، لازم الحوارات دي تكون موجوده. ما انا مش هسمي يعني انا مش بادي في الملعب بس، او يعني مش هاخد ابص اشوف الموقف ايه وانا اخد قرار ليا بتاعي انا بس، لازم اوجه زميلي، لان احيانا برضو انا ببقى انا كمان ممكن انا في موقف او في موقف دفاع او موقف هجومي انا يعني تركيزي قليل شويه، تحركي مش واضح، محتاج حد يوجهني، يعني انا مش التركيز مش هيكون سليم 100% طول 90 دقيقه طول فتره المباراه. فمهم جدا اللعيبه توجه بعضها، يعني الموضوع ده مهم، يعني انا شايف يمكن الناس بتاخده ايه احنا بنتكلم في حاجه بسيطه. يجي من انه لاعب في الملعب، يجي من كابتن الفريق، يجي من حارس المرمى ليه قلبي الدفاع، هي الرؤيه دايما اللي في الخلف بيبقى شايف اكتر دايما، فدايما دي التوجهات تكون من اللعيبه يعني. بس هنا النقطة مهمة جدا، لازم يكون روح اللعيبة مع بعضها كويسة، احنا لازم نتقبل تقبل النصيحة حتى لو لاعب أصغر مني سنا وأنا كابتن كبير في الفريق، لا أنا هو في ظهري هو شايف أكتر مني، ممكن التحرك دوت أو سواء كورة أو من غير كورة، مهم جدا التوجهات دي تكون دايما مستمرة. حراسة المرمى برضو عليه دور كبير جدا في التوجهات وفي التركيز، برضو أنا شايف دي نقصانة. النقطة اللي أنا برضو بشوفها إنها مؤثرة على الأداء الفريق، يعني انا بحسها من خلال الخبره، يعني ان احنا في اجهاد عندنا مفيش شك، يعني احنا دايما كنا بنمر بظروف فترات اجهاد، دايما تلاقي الشوط الاولاني الاداء ضعيف جدا، مفيش تركيز، الاداء بطيء، تحرك خططي مش سليم، حتى الاداء المهاري برضو مش سليم، يجي بقى في الشوط الثاني تلاقي الاداء دايما بيتحسن. انا شايف ده بيبقى اجهاد، يعني في واحد يقول لك لا الاجهاد يظهر مع نهايه المباراه، لا الفرق الكبيرة المفروض يعني متمرسة والمفروض هي عندها مش خبرات، عندها مخزون من الناحية البدنية موجود عندها، لما يتأدي بالشكل ده بأداء أقل من مستواه الحقيقي في الشوط الأول والأداء يتحسن في الشوط الثاني، أنا شايف اللعيبة فيه إجهاد. يعني أنا متأكد من دي، يعني أنا بقول رأيي قد يحتمل الخطأ والصواب، بس أنا شايف إن هو يعني رأيي فيه صواب يعني. لكن شايف إن اللعيبة مجهدة وشايف ان الاخطاء الدفاعيه يعني بتتحل و... هو نوع من يعني هو في موقع الدفاع في التمركز في وضع جسمك التشريح، هل ابقى كده ولا ابقى كده ولا ابقى كده، يعني هي سواء من حارس المرمى او كل بس قلت لي جمله مهمه يا كابتن، ان الاخطاء ما بتتكررش، يعني الخطا اللي بيحصل مره ما بتشوفوش تاني. تمام، ودي يعني حاجه دليل، يعني تحس ان الجهاز شغال عليها، ما بيحصل حاجه الجهاز الفني بيشتغل وبيصحح اخطاء. بالظبط، لا يعني في مثلا يعني في تنافس بين الكره بتتلعب طويله، تنافس بين مدافع ومهاجم من الفريق المنافس. هو اسرع فهيسبقه، حلها ايه دي؟ كره عاليه مثلا بين لاعب عندك ولاعب في الفريق المنافس بيجيد ضربات الراس وعنده جامب عالي يركب اللعيب ويلعب بدماغه، طب دي حلها ايه؟ في حاجات مالهاش حلول. يعني انما في حاجات ليها حلول، زي ما قلت لحضرتك كده التمركز شكل تحركك في الناحيه خصوصا في الناحيه الدفاعيه، على فكره انت لازم كل مش عايز اقول كل ثانيه تقريبا شكلك بيتغير، يعني التمركز لازم يتغير ما يبقاش ثابت، الكره بتتحرك والخصم بيتحرك، لازم مع تحرك الكره وتحرك المنافس لازم الاداء التكتيكي بتاعي يتغير. انا شايف دي بتبقى ببطء قوي، يعني لازم تكون فيها سرعه اكتر تكون فيها سرعه اكتر، ودي انا لو شايف هي بترجع ممكن يكون اللعيب عنده قصور في فكره. تمام يا استاذ ايهاب،
وممكن يكون اللعيب ما عندوش تركيز، هو فاهم بس هو مش مركز. تفرق كتير. لو فاهم ومش مركز يبقى الحل سهل، انما عنده قصور في التفكير في القرار بتاعه، هنا بقى تبقى مشكله. كامبالا من الفرق اللي بتأدي بقوه وبتعرف تهدف، يعني هي خسرت 4-3 من الاهلي وخسرانه من الترجي في تونس 4-2، يعني بتعرف تسجل بره وبتنطلق، واضح جدا بيلعبوا بدماغهم حلوه كابتن، بتعمل الكرة العرضيه، بيصوبوا من بره، يعني الفرق الافريقيه نادره جدا لما تلاقيهم مظبوطين قوي في حته انهم يخشوا في العرضيات، يصوبوا بتصوبات، صغيرين واعمارهم في السن بيجروا كتير، فهي فرقه يعني لو عندها خبرات تتعب اي حد. ما فيش شك، هو تكتيكهم عالي يعني دايما. انت بتحكم على المستوى التكتيكي ما بيعلى الفرقه، هتلاقي المحصله بتاعت المستوى الاداء اللي الفريق ككل هتلاقي اعلى من المستوى الفردي، وانت لو حللت المستويات الفرديه حتى لو عملتها درجات هتلاقي الاداء الجماعي محصلته اكتر من الاداء الفردي، فدي بترجع للاداء التكتيكي بتاعهم الحقيقه كويس، بينقلوا ما بيطفشوش الكوره، كانوا يعني بيحرروا تحت، تحرك الوعي التكتيكي في الدفاع والهجوم، هي فرقه متواضعه، انا شايفها فرقه متواضعه. بس الانتاج بتاعهم يعني هم احرزوا 5 اهداف، يعني في اخطاء طبعا مننا بس احرزوا في النادي الاهلي يعني اكبر تاريخ واكبر فرقه في افريقيا، 5 اهداف في اللقاءين، برغم احنا ما دخلش فينا اهداف في اللقاءات الاخرى، يعني في ال4 لقاءات الاخرى ما دخلش، بس تمام كده المعلومه. يعني ما فيش مباراه، يعني هم في مباراة الذهاب الأهلي كان كويس قوي الشوط الأول، الشوط الثاني راحوا برضو كده فرصتين خلصوا 2، تيجي الناحية الثانية امبارح يعني من نص فرصة، يعني الفرصة اللي بيروحوها جول خلاص جول. نعترف إن في أخطاء برضه، بس برضه إن هو عامل التوفيق بيفرق، التوفيق وهم موفقين شوية علينا، لأن لو حسبت الفرص اللي أتيحت ليهم خلال اللقاءين كم، يعني ما يبقاش 5 أهداف، 5 أهداف كتير قوي. يعني طبعا حتى على مستوى الفرص اللي اتيحت ليهم 5 اهداف كتير، فهم برضو معانا اعتقد هم يعني كانوا جود لك وحظهم افضل، يعني يمكن دي خلت السكور عالي شويه بالنسبه لهم. ضغط المباريات والاهداف اللي مني بها مرمى الاهلي امبارح يمكن خلت الجماهير شويه كده تبقى قلقانه، يعني شاف يعني تحس ان جماهير النادي الاهلي يعني حاسه ان في بحاله من القلق، ان ربما يكون في تراجع، لكن ده اكيد زي ما حضرتك قلت لي بيرجع لضغط المباراه، ده بيفرق طبعا. هي الضغوط البدنيه مش بس ضغوط بدنيه، ضغوط عصبيه ونفسيه، الجهاز العصبي نفسه بيجهد، يعني يمكن في وسائل كتير قوي لاستعاده الاستشفاء، اعاده الاستشفاء للاعبين يمكن تطورت كتير قوي على ايامنا مثلا. انما في شك الضغوط النفسيه والعصبيه للعيبه، انت برضو مطالب انك تكسب، مطالب انك تحافظ على تبقى بتنافس على البطولات وتحصل على البطولات، دايما اللعيب الاهلي بيبقى محطوط في ضغوط. بس هو في نقطه جت في ذهني دلوقتي، يعني انا كنت شايف ان شريف اكرامي كان لازم يادي برضو المباراه دي. انت حطيته في مرحله ما جاتوش عليه كور صعبه، انما كان في ثقه، ودي كانت يعني كنا خايفين يكون يعني بعده عن الاشتراك الرسمي، حاسس ان الشناوي مجهد او مصاب وكان لازم شريف ياخد فرصه، دي حاجه. والحاجه الثانيه انا ما حاسسش اللعيب ان هو العوده سهله كده بسهوله. لا، أنا لازم ادي الماتش الثاني في نفس الوقت ادي ثقه لشريف اكرامي يعني وخليه يعني هو استحقاه حارس كبير. بالظبط انا ما اخليش المسافه بعيده. يعني جت ظروف وجات لي فرصه واديت بشكل كويس. كلامك ده يوضح لي اللي انت عايز الحارسين او الثلاثه اللي موجودين في النادي الاهلي كله يبقى جاهز ستاند باي. لازم التنافس يكون قوي. التنافس ممكن ما يبقاش قوي، يعني انا حتى لو شايف ان في مستوى بين اللاعب واللاعب زميله بيلعب معاه في نفس المركز بعيده شويه، انا اقدر اخلي المسافه دي تقرب شويه، اخلق تنافس. بالظبط، اديله فرصه لعب، فرصه يعني في مباريات معينه ممكن تكون اكثر سهوله، ممكن مش محتاجين الفوز قوي، بنلعب في ملعبنا، فارقين في البناط، او الشوط الاول فرقنا بسكور كويس، او بعد قدراتك الفنيه اعلى من المنافس، فبالتالي تقدر تدي وتشوف في مباريات زي دي مباراه خلصتها بدري تقدر تعمل تغييره كده برضو، تريح لاعب وتشوف لاعب. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا، لازم يكون مش في حراسه المرمى بس يا كابتن، كل المراكز مظبوط، كل ابقى انا يعني ايه ذهن حاضر ومركز ايه اللي ممكن يتعمل، ده بعيد لا لازم اجربه، يعني اديله فرصه اداء لعب، محتاج محاضرات نظريه اكلمه، اديله نوع من الاهتمام، تعالى مثلا ايهاب انت الماتش كويس هايل، تعالى اقعد معايا، تقعد تديله نوع من الاهتمام. يعني انا فاكر دون ليفي سنه 84، دون ليفي ده كان انجليزي وكان
كان مدرب كبير جدا، كان بيدرب منتخب انجلترا قبل ما يجي لنا، ودرب منتخب اعتقد الامارات وجالنا. اهم حاجه عنده كان معاملته تشوف مع اللعيبه المصابه اللي هي بعيده ما بتلعبش، يروح ويهتم بيهم ويجي لهم بدري ويديهم ميعاد بدري ويشوف تدريبهم ويتابع. ايه ده؟ عايز يدخله بالظبط، انت الناس عايز يقول للعيب اللي هو موجود لا طبعًا. ده في لعيب جاي بالظبط. دي نقطه مهمه احنا بنرفعها طبعا عليه. يعني انت النقطه الاولانيه انك بترفع من مستواه، العامل النفسي مهم بالظبط، العامل النفسي مهم اكيد هيرفع لما طبعًا. تدي اللعيب اهتمام نفسي اكيد واهتمام ذهني تخليه يركز وتقول له شوف الخطا هنا، شوف شوف شوف، ده هيرفع من مستواه. وفي نفس الوقت احسس اللعيب اذا كان هو في فتره ما اساسي، لا الراجل ده قريب منك، انت لو ما اديتش بشكل كويس بمستوى بالزبط. ثابت مش هتلاقي نفسك، هتلاقيه اقصر حرصا. فدي نقطه مهمه، الاخلاق التنافس داخل التدريب. يعني زمان كان مثلا موجود الكابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي وكابتن شوبير دخل معاهم بعد فتره، يعني ايه ده بقى في تنافس. تخيل مثلا لو شايفين منافسه كبيره جدا لمصلحه الفريق بين الكابتن ثابت البطل الله يرحمه وكابتن اكرامي. فدي نقطه مهمه لازم يراعيها. وانا هو انا شايف ان هو يعني مش عايز اقول اخطا، بس كان لازم يدي الشيف يقربه من التنافس، وفي نفس الوقت يدي احساس لمحمد الشناوي. احنا بنتكلم بصراحه طبعا، طبعا ندي احساس لمحمد الشناوي ان في منافس وده لعيب دولي زيك وتاريخ ولازم تشد حيلك والتنافس يبقى في كده تنافس على طول. دي ترفع من المستوى، ده ده ده, ده بيدي لمصلحه الفريق طبعا. وفي مراكز كتير دي، في مراكز كتير انا شايف، انا شايف برضو في الارتكاز لازم يدي مثلا اكرم توفيق اديله شويه. ايه المشكله؟ ابتدى وبعدين ما فيش يعني ما فيش الجاب مش واسع قوي يعني بين الاساسي والاحتياطي تقريبا في كل المراكز. يعني بس يعني لو لاعب احتياطي اخد واديته فرصه واديته ثقه هياخد، بس هو اللاعب لازم يساعدني ويساعد نفسه. لازم هو يكون واخد الامور بجديه وعنده هدف وعنده اصرار وعنده طموح يعني انا مدرب اديله فرصه هو لاعب يديني اثبات وامكانياته لعب بالظبط. هي بتيجي من المدرب وبتيجي برده من اللاعب، لازم ده ليه دور وده ليه دور. انما برضو هو المدرب هو اللي بيوجه، هو دوره الاكبر انا شايف ديت. يعني هو يقدر يرفع مستوى اللاعب، يعني لازم الناس كلها تبقى في تنافس كده كل المراكز، ما تبقاش انت بتلعب ريلاكس وحاسس ان انت باي طبعا. مستوى هتادي وباي مستوى هتلعب. ودي برضو ساعات انت بتدي الراجل اللاعب البديل الفرصه مره واتنين وللاسف ما بيساعدكش فبيبعد خلاص. اللي بياخد فرصه مره واتنين اي ما فيش، ناصر ماهر في فراغ في وسط الملعب اول مباراه ولاعيب باين ولاعب في الدوري وباين انه كويس والاهلي جابه وراهن عليه، بس لما نزل الملعب عمل ايه؟ بس هو في نقطه ده كان الروح. انا مش عايز اقول احنا تركيزنا او تحيز للجيل بتاعنا، لكن احنا كنا زمان اللاعب بينزل في يعني انا والزمايل ليا وكنا متفقين على الراي ده، انت بتنزل الملعب انت عايز تثبت للناس دي كلها انك لعيب كويس. اللاعب اللي قبل كده ده اللي انت اديته ده يديك الثقه في نفسك كويس، بس انت مش كويس عند الناس، الناس لسه عايزه تشوفك، الناس ما تعرفكش. خلي عندك الاحساس ده جواك، انا الناس ما تعرفش مستوايا، تجدد من نفسك على طول. انا اللاعب يديك ثقه كويس اوكي، الخبرات تديك ثقه اوكي تمام، انما تنزل لا، انت في اختبار، لازم تحس كده انت مش بتنام كده على المستوى القديم وان انت يعني لعيب دولي بيت اساسي او ولا تعمل مبارتين تريح عليهم. فدي نقطه، دي نقطه سلبيه موجوده في الفريق. لازم لابد ان تعالج. وزي ما قلت احنا اتكلمنا برضو في نقطه الاجهاد، قلت لك الشوط الثاني الاداء ممكن الشوط على الشوط الثاني الاداء بتحسن، ده اجهاد. هو يعني بمباراه الانتاج اللي جايه يبقى الاهلي خاض 10 مباريات في خلال 40 يوم، يعني مباراه الانتاج الجايه يبقى الاهلي 10 مباريات في 40 يوم، فده ضغط مباريات قوي جدا يا كابتن. طبعا طبعا، ما زي ما تقول لك انت عليك دور انك تجهز البديل، والبديل ليه دور ان هو ياخد الامور بجديه برضه، ولازم يخش في تنافس مع زميله، وزي ما حضرتك قلت اما ياخد الفرصه لازم يثبت وجوده. دي سياسه تدوير بقى، سياسه التدوير تتم ازاي؟ يعني انت ممكن يبقى عندك لاعب اساسي وماشي كويس وتكلمه ان هو هيريح عشان يعني عشان ما يبقاش مجهد، وانت حضرتك قلت ان المسافات قريبه واللعيبه اللي موجوده على مقاعد البدلاء في النادي الاهلي لعيبه جيده تستحق انها تاخد فرصه. طبعا مفيش شك، وزي ما احنا اتكلمنا في سياق حديثنا انك تزود التنافس داخل الفريق. انا مش التنافس في المباراه الوديه او الرسميه مع المنافس في لا ده في مع زميلي في الملعب في تنافس، في تنافس. فالتدوير ده مهم طبعا مفيش شك، و
ليه دور طبعا المدرب ودور طبعا اللاعب اللي هو بياخد الفرصه لازم يستغلها. المدير الفني الفرنسي كارتينو اعتقد ان هو بدا خلاص يعرف اوراقه كلها في الفريق بمساعده طبعا جهاز معاون محترم بقياده الكابتن محمد يوسف. هل شايف ان المدير الفني الفرنسي قدر خلاص يعرف كل نقاط القوه والضعف في الفريق، شاف كل اوراقه، ولا لسه برضه عايز وقت شويه؟ هي برضه هي قياس المستوى او تقييم مستوى اللاعبين مش هيعتمد على 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 التدريب فقط. لازم في لعيبه كتير قوي مستواه بيقل مع التنافس لانه ممكن يكون ما عندوش ثقه مثلا، ما عندوش اصرار، يعني النواحي النفسيه والذهنيه التركيز قليل عنده شويه، فتلاقيه دايما مستواه يقل دايما مع المباريات الرسميه، يقل مع المباريات القويه اللي بتتلعب فيها على بطوله اللي بيبقى فيها ضغوط نفسيه قويه، لازم يكون عنده قدره على تحمل الضغوط دي. فهي محتاجه يعني رؤيه وتقييم في التدريب ورؤيه وتقييم برضه في المباريات الرسميه. ممكن يكون لعيبه برضه، وفي لعيبه العكس على فكره، في لعيبه يعني فعلا في لعيبه كابتن زي ما بنسمع لك لعيب ده لعيب بتاع تمرين وبيدي، لكن في الرسمي بيختفي شويه. في لعيب يعني ما بيجيدش نفسه في التدريب لكن هو عارف يعمل ايه في الرسم. بالظبط، هي بترجع بقى لواحد الناحيه النفسيه والناحيه الذهنيه. لعيب عنده قدرات، يعني عنده ثقه في نفسه، عنده تركيز عالي. في لعيبه بتبقى اكثر تركيزا في المباريات الرسميه وتلاقي اداؤه يقنعك اكتر من مستواه التدريبي. هي دي بقى الحاجات دي هتاخد يعني فتره لحد ما بسيطه ان شاء الله، لان في لعيبه يمكن ما خدتش الفرص دي، فانت لازم يبقى عندك حكم على حكم عشان تبقى الرؤيه واضحه بالنسبه لك كمدير فني. يبقى انا عارف اللعيب ده مستواه ايه في المباريات الوديه، في التدريب، في المباريات الرسميه، في مباريات الضغوط، حتى في واحد يديلك مستوى عالي جدا ما يكون المنافس ضعيف. يعني بالظبط، يعني انا كمدافع، انا بتكلم عن نفسي مثلا، ما كنت بلعب في المباريات الوديه بلاقي المستوى ضعيف المنافس، بالعكس انا بدي مع المستوى الاقوى مثلا يعني. تمام، مثلا. فدي كلها دي تحاليل تخش في تحاليل، يعني عشان الرؤيه تبقى واضحه للمدرب، عشان في كل ماتش هتلاقي في لاعب مناسب. انت كمدرب برضه واقف على مميزات موجوده في كارترون، هعرف منك مميزاته، لكن بعد فاصل نعود مره اخرى للتواصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. بقى قبل فاصل سريع كنا بنتكلم عن مستر كارترون، لكن عايز اقول لكم ان الـ يعني الانتقالات الاوروبيه او موسم الانتقالات، عدد من الدوريات الكبيره خلاص يعني الانتقالات منتهيه تماما. في بعض الدوريات فيها مازال الانتقالات، يعني الدوري الانجليزي قفل، الدوري الايطالي قفل، الدوري التركي لسه شغال. الدوري الانجليزي السنه دي عمل 2600 حاله تنقل على مدار دورياته المتعدده، الدوري الايطالي عمل 6000 حاله من التنقلات على مدار يعني دوري الاول، القسم الثاني، الثالث، الرابع، الاجواء دي. ولكن عندنا خبر مهم، كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي اللي في الساعات الحاليه قبل غلق باب القيد في الدوري التركي اللي بيغلق يوم 31 اغسطس، راح فريق باشاكتشير، ودي فرقه كبيره جدا فيها اديبيور النجم الكبير واردا توران، وهو لعيب مميز جدا ان شاء الله نتمنى انه اللي ياخد فرصه في الدوري التركي ويظهر بالشكل المطلوب. ارجع تاني للكابتن محمود صالح واقول له قبل الفاصل كنا بنقول كارترون عنده مميزات ظهرت في المباراه اللي فاتت. لا، وفي نقطه مهمه يعني تخطيط الوحدات التدريبيه، دي نقطه مهمه جدا. انا يمكن تابعت مرتين كده التدريب، فانا كنت عاجبني التدريب يعني تخطيطه يعني. وكنت بالصدفه كده قابلت زميلنا كابتن احمد فتح الله، يعني هو كان اشتغل مع كارتيرون، مستر كارتيرون في دجله، في دجله، مظبوط. فقلت له التدريب وكذا وكذا وانا كنت مبسوط. قال لي لا، هو فعلا انا اشتغل معاه فتره طويله طبعا، وقال لي انا فعلا انا دي كان من احدى مميزاته. ودي نقطه مهمه، المدرب برضو مش كوتش بس في المباريات، انما التخطيط ده الاساس، ده اللي مبني عليه المستوى، وده اللي ببني عليه بصحح الاخطاء، وده اللي بركز فيه على المميزات، وده في عندي مشكله في الجانب الخططي ولا الدفاعي ولا المهاري،
انا اللي بصحح. عنده جرأة في التغييرات يا كابتن، لاحظت في الماتشات الاخيره يعني بيدفع باوراق هجوميه بشكل معين برضو، يعني عنده جرأة شويه هجوميه. هو اللي بيوضح كده، ما انت لازم يكون عندك تفكير مسبق قبل المباراه، تتخيل سيناريوهات انك في مشكله في لاعب، في تغيير خطه لعب، في تكتشف حاجه في المنافس ازاي تبقى تحط لها حاجه يعني تبقى تدافع بيها، في مشكله في الناحيه الدفاعيه عند الفريق المنافس، يعني بتقعد تفكر مع نفسك. فانت لما تيجي الموقف يجي يعني الموقف يتم بشكل طبيعي كده، هتلاقي طبعا فكرك ذهنك حاضر وهتلاقي قرارك سليم. فده اكيد هو بيعمل كده يعني، مفيش شك. يعني كارترون لما فنش مجموعته في افريقيا وهو البدايات للنادي الاهلي كانت يعني بعيده عن النتائج الايجابيه، سواء كان الهزيمه من كامبالا او التعادل مع الترجي، يلعب مباراتين تاون شيب، يكسب المباراتين، يكسب الترجي بره، يكسب كامبالا، يعني هو العلامه الكامله في المباراه اللي لعبها. مفيش شك، هو برضو عنده خبره في كان مدير فني المازيمبي، واكيد عنده خبرات كويسه في الكره الافريقيه واسلوبهم وطريقتهم. تفرق ده يا كابتن؟ اه طبعا، الاحساس يا كابتن، الاحساس هي الكره ما بتتغيرش، الملعب واحد بس الاحساس، شكل الملعب، شكل اللاعبين، شكل الجمهور، الاجواء اللي بيلعب فيها، غوض الملابس، الاجواء، المناخ اللي بتلعب فيه لو اتغير طبعا، يعني هي دي نقطه مهمه، الاجواء دي هو يحس ما بقاش الموقف غريب عليه، هو التجارب دي مر بيها كتير، فتبقى سهل جدا في ان هو قراراته تبقى سليمه ويبقى في تركيز عنده، ما يفاجئش بحاجه هو مش متعود عليها، تلاقي في خلل في تفكيره، خلل في قراره. انما دي طبعا ما فيش شك الخبرات بتفرق كتير قوي، طالما هو عنده خبرات في النواحي الكره الافريقيه. على لعيب بيتطور قوي مع النادي الاهلي وبيثبت في مكانه اكتر واكتر ويستحق الفرصه دي، كوليبالي. لكن عايز اتكلم، هتكلم على كوليبالي لانه جاي ناضج، رغم انه يعتبر جاي فري ترانسفير وجاي مجانا للنادي الاهلي، وكانت رؤيه الكارترون هاخد اللعيب اللي انت قلت على الاول وبعدين هقول لك لعيب تاني. كوليبالي انا قلت كوليبالي، ما انا بقول لك هاخد لعيب اللي حضرتك قلت عليه وبعدين هقول لك على اسم لعيب تاني. طيب اتكلم على كوليبالي يعني. لا احسن كتير الحقيقه، يعني هو اولا عنده تركيز عالي جدا، قوي قوي قوي، يعني مركز طول الوقت 90 دقيقة طول عنده تركيز طبعا، قوي في الدفاع الحقيقة، طبعا ضربات الرأس سواء في الناحية الدفاعية أو الناحية الهجومية، أحرز 3 أهداف مؤثرين، إن شاء الله يحرز تاني. النوعيات دي الشخصية دي بتدي ثقة لزمايله، ولازم يبقى فيه قائد وليدر ورا ويتكلم، وعشان أنا أتكلم وعشان أنا أوجه لازم يكون أنا القدوة. أنا تحس إن هو جديد على الفرقة خالص؟ ما تحسش ان هو لا اخد الخطوات دي بسرعه. يعني انا كنت شايف الاداء بطيء شويه، الفوت ورك عنده ضعيف، دي يمكن يكون فتره اجازه، فتره اعداد. لا يعني انا شايف المستوى، الارتفاع في المستوى بيتم بالمؤشر عالي، يعني بميل عالي، باتجاه عالي، مش ببطء ماشي، لا وهتشوفه احسن من كده بكتير. ومفيش شك هو لعيب دولي في منتخب مالي، لعب اعتقد 26 مباراه دوليه، عدد كبير، عنده خبرات والتركيز، وبعدين عنده اراده وعنده طموح، هو مش جاي، لا هو يعني انا متخيل ان هو ممكن عايز يبقى في يوم من الايام او تجيله فرصه احتراف في الخارج، في اوروبا، في انديه كبيره، انا شايف هو تفكيره كده. ودي في صالح النادي الاهلي رغم ان سنه كبير، على الاقل انا ما اعرفش السن بالظبط كام، ومعدي ال 30 مش مشكله يعني، يقدر يدي، يقدر يدي 3-4 سنوات. انت كويس ان هو في السن ده وبرضه بيحافظ على مستواه، ومستواه بيأدي واقف على رجليه وبيأدي كويس طبعًا جدا. طبعا اللعيب اللي عايز اقول لحضرتك عليه وليد ازارو، مهاجم ابتدى يتطبع قوي مع الفرقه، تحركاته خلاص حافظ اللعيبه في التحرك. الاول كان فيه مشكله في النادي الاهلي في العرضيات، ما كانش عندك اللاعب اللي لعب هيدرز كويس، خد العرضيات دي نصها بيروح بشكل غريب، النهارده ازارو بيتفنن في احراز الكرات براسه. هو فاجئني الحقيقه بانه عنده الميزه دي. يعني يمكن الموسم اللي فات انا ما حسيتهاش، كان بيجي من تحت. بالظبط. التحاماته في الكرات العاليه الموسم اللي فات كان جاي ساعات يلعب قدام وهو يعني يشفته مع بعض، كان بيلعب شادو سترايكر اكتر، فكان بيجي برجليه من تحت. بالظبط كده، انما دي ميزه كويسه بتضاف ليه، كويس، لازم اللعيبه دايما في تطور. هو سنه صغير 22 سنه تقريبا وليد ازارو، التطور في المستوى برده ماشي بشكل كويس، في زي ما قلنا في امكانيات بتظهر مع اللعب والخبرات، فدي حاجه كويسه.
عنده ثقه كويسه، حتى ثقته في التهديف افضل. يمكن لو جبنا نسبه التهديف بالنسبه لعدد الفرص اللي بتتاح ليه، كانت زمان السنه اللي فاتت كانت الفرص اللي بيحرزها من الفرص المتاحه اقل كنسبه وتناسب، كانت اقل من السنه دي، فدي دي حاجه كويسه. هو حتى اداؤه يعني انا شايف فيه ثقه كويس، فيه ثقه يعني دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه، بيتطور وبيأدى اداء كويس بالظبط. حتى روحه مع زمايله اعتقد في انسجام وفي روح طيبه بينه وبين زمايله وفي تفاهم اكتر من الاول. يعني النقط احنا اتكلمنا في كذا نقطه كده، دي حاجه كويسه في خلال موسم واحد ان هو يقدر يوصل. كان ينقص المباراه امبارح حضور عدد كبير من الجماهير. بمناسبه الخبر ده، الاهلي بيفتح باب طبعا تسجيل امام الجماهير لحضور المباراه بدايه من مباراه الانتاج المقبله. اتحاد الكوره عامل نظام هيبقى فيه 3000 مشجع، وبالتالي فتح باب الحجز وتسجيل بيانات على نظام الاونلاين تسجيل لدخولهم المباراه بموجب التذاكر اللي هيتم طرحها ابتداء من لقاء الانتاج الحربي. ودايما الفريق بقى المنافس او مصاحب الارض هيبقى له 500، فدي بدايه حلوه لعوده الجماهير. كل جماهير النادي الاهلي تبدا التسجيل البدايه من مباراه الانتاج الحربي 3000 مشجع. وهو الجمهور هو اللي هيعيد نفسه، مش القرار، هو الجمهور نفسه. انا عجباني الجمله دي يا كابتن، الجمهور هو اللي هيعيد نفسه، مش القرار. فدي يعني كده زي ما بنقول للاعب لما بتاخد فرصه يمسك فيها، بنقول للمشجع لما تروح اكد لهم انه بدل الثلاثه يبقوا 10. التشجيع بالتزام اكيد هو ده اللي هيزود العدد. انما لو حتى بدانا ب 500 مشجع او 1000 ومفيش التزام ومفيش شغب، هنرجع تاني نقطه صفر. فالجمهور عليه يعني مسؤوليه كبيره الحقيقه. وانا شايف انا عايز الجمهور، كل الجمهور يبقى متحمل المسؤوليه، يعني اللي متواجد وشايف يعني مشجع جنبه بيحاول يغلط بيحاول يهدي ويحاول يعني الناس تبقى روحها كويسه مع بعضها داخل المدرج. النهارده اجيري وجهاز الفن المنتخب بيعلن باقي قائمه الاختيارات لمباراه النيجر المقبله. يمكن جاءت اختيارات المحليه في حراسه المرمى محمد الشناوي وجنش، بعد ما طبعا كان مختار محمد عواد من الوحده السعودي ضمن حراس المرمى. في الدفاع اتصاب ولا حاجه؟ محمد عواد يعني اتصاب ولا حاجه؟ لا، واخده في القائمه الاولانيه للمحترفين. فالنهارده اعلن الباقيين بقى من المحليين محمد الشناوي وجنش. في الدفاع محمد هاني وايمن اشرف وباهر المحمدي وعلي جبر ومحمد حمدي واسلام جابر، وفي الوسط طارق حامد ومحمد صادق، وفي الهجوم صلاح محسن واحمد جمعه وحسام حسن. يبدو يعني ان اجيري كده وجهازه المعاون ابتدوا ينزلوا بسن شويه، في مفاجآت كتيره منها استبعاد الكابتن احمد فتحي من الاختيارات، استبعاد كهربا، ففي عدد من الاختيارات، ولكن هي وجهه نظر يعني الجهاز الفني. هي طبعا اللي هيحكم عليها بقى بنخش في يعني في الناحيه العمليه بقى، يعني هل الاختيارات هتكون فيها اخطاء او انا عايز احكم المباريات بقى اللي هي الوديه، اذا كان لعيب بيتاح لي فرصه في ماتش رسمي او ماتش ودي. فطبعا ما فيش الماتش اللي جاي عندنا المباراه الرسميه امام النيجر 8/9 بالظبط. يعني مش عايز اعلق أو يعني هو واضح انا فوجئت طبعا باحمد فتحي وكهربا استبعاد ليهم. انا بقول لمحمد هاني برضه فرصه كويسه. انا يعني انا شايف ان هو مستواه المفروض يكون افضل كتير قوي من مستواه اللي هو بيأديه في الملعب، هو امكانياته المفروض افضل من كده، عنده اكتر طبعا الراجل. يعني يعني انا افتكرت حاجه كده، موقف كده لما بدات العب كوره كان موجود كالوتشاي المدير الفني، وكان مشي دوكوتي، بس هو اللي كان جايب كالوتشاي فقعد معاه فتره كده شهرين، وبعدين لعبنا احنا كفرقه 20 سنه ماتش ودي مع الدرجه الاولى. انا ما كانش حد يعرفني، انا ليه هقول لك الكلام ده يعني. فهو قال لهم ده لعيب كويس يلعب درجه اولى، ده مصر دوكوتي. فكان بيضربنا الكابتن احمد ماهر الله يرحمه، الا الله بيقول لي انا مش معنى ساب الناس دي كلها كانت مفاجاه للناس كلها ان قال عليا انا. انا نفسي فوجئت الحقيقه. بس الكابتن قال كلمه كويسه جدا الكابتن ماهر الله يرحمه، قال لك بس هيدوكوتي رايه صح لان هو بيفهم احسن مننا. مفيش مدرب يقول كده. فقد يكون المدرب ده بيفهم احسن مننا في اختياراته، ممكن بخبرته وتاريخه. هو واضح كابتن محمود ان هو
عايز ينزل يعني يخفض المستوى العمري للمنتخب، بيعتمد كله على شباب صغير، عايز يشوف شباب تاني اكتر. مباراه مش المباراه الثقيله برضو اللي يبقى فيها كل القوه، فربما برضو زي ما انت قلت بيدي فرص للبعض يشوفهم في مثل هذه المباريات، لان ما حدش هيختلف على كهربا، ما حدش هيختلف على احمد فتحي، ما حدش هيختلف على اللعيبه الكبيره. بس المهمه دي يعني دي بقى فرصه عمرهم، اللعيبه اللي هي الداخلين جداد على المنتخب، فرصه عمرهم قد لا تتكرر. فنصيحه ليهم، لازم يمسكوا في الفرصه دي بكل قوه لاثبات وجودهم. يعني ممكن تلاقي مثلا محمد هاني بيبدا اساسي، عنده فرصه، ايمن اشرف ممكن يكون عنده فرصه يبقى اساسي، ممكن جنش نفسه في حراسه المرمى عنده فرصه يبقى اساسي. بس انا شايف الحق دي انا هتبقى صالح الفرق. يعني التغيير ده هتفوق الناس. شايف ودي مرحله مطلوبه دلوقتي، هتشد البعيد لفوق. واللي هنا ده ما بقاش ريلاكس ولا مبالاه وعمال يقع. كوبر على مدار الفتره دي ما عملش، يعني ما شفناهوش غير في اوراقه خالص، هو اعتمد على مجموعه من البدايه، فضل معتمد عليهم. ربما البعض حتى قبل كاس العالم طالبوا يضم عدد من اللعيبه، على راسهم حسين الشحات، على راسهم وليد سليمان، بعض اللاعبين، ولكن ما كانش هناك اختيار. حتى لو انا مش مقتنع بالبديل 100% انا ممكن ما هي القرارات بيبقى ليها اهداف مختلفه. يعني انا البديل ده ممكن بدخل البديل عشان اعده، وممكن ادخل البديل عشان احسس الاساسي لا في بديل، خد بالك تحذير ليك، ممكن ده اللي يبدا وممكن ده اللي يعني يتفوق عليك وهو اللي يبقى اساسي. فهي هو انا شايف اللي عمله ده صح، انا شايف هتجيب نتائج ايجابيه سواء بيدي الفرصه، ممكن ده حتى لو ما نجحش البديل انما هتلاقي فرصه الفترات اللي جايه. احمد فتحي هيأدي بشكل افضل اكيد، مفيش شك. هنلاقي كهربا هيأدي بشكل، يعني مثلا كهربا انا شايفه اخر ماتش كان نجوم المستقبل تقريبا بيلعب يعني في شيء من لامبالاه، بشكل فردي اكتر، مش 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 مجهز، مش محضر نفسه، كره هتيجي هيتصرف ازاي، لما تيجي يبتدي مش عارف يحتفظ بيها، ده مش لا هو انا اللي عمله الراجل ده صح، انا مقتنع بيه تماما. شايف هو فاجئني بس انا معاه، انا معاه هتجيب نتيجه ايجابيه، لما يشد البعيد، لما يصحصح بقى اللي هو القريب الاساسي. شايف ان لازم العمليه دي تبقى شغاله على طول، مهمه في المنتخب اكتر كمان طبعا، لان عندك القماشه كبيره وتقدر تاخد بالظبط فرصه الاختيار تجهز بالظبط ويبدا عندك لعيبه كتير. لكن شايف ان اللعيب اللي بيقع عليه اختيار كاختيار اول لازم يثبت نفسه، وشايف اللعيب اللي خرج من الحسابات لازم يؤكد انه يستحق العوده. هو كده خلاص عملت، احنا بنتكلم طول الحلقه خلق التنافس بين اللاعبين وبعضهم، هو عملها بقى. انا ما عنديش هقول، انا اتذكرت برضو حاجه تانية، سنه 88 كان بيدربنا مستر فايسن الماني، مدرب رائع طبعا، احسن مدربين اللي جم طبعا، وقدمنا احسن كوره في الموسم ده. لما جه اول ما جه قالوا له بص ده اساسي وده احتياطي وده مش عارف، قال انا مش ماليش دعوه، ما فيش حد يقول لي اساسي واحتياطي، انا هشوف وانا اللي هقرر. فالمعلومه دي وصلت للعيبه كلها تمام، بس كله ينزل يجهز. وعشان كده خد بالك اللعيبه ادت احسن مستوى ليها في هذا الموسم. طيب يعني بص حسام حسن كان احسن مستوى ليه كويس، هاني رمزي كان اول موسم ليه كسر الدنيا، كابتن ثابت كان بعيد عمل موسم رائع، الموسم اللي ما كانش كل واحد عارف ان المدير الفني اللي جاي بالزبط. مش هياخد بره وقلم ده كويس وده وحش، انا هشوف في عيني مين كويس ومين وحش. انا مريت بتجربه شخصيه، ما كانش عايز يقيدني، وانا كان بقالي تقريبا 8 سنين بلعب اساسي. قالوا ده اساسي، قالوا لا هو مش عاجبني، ده مش هيتقيد. قالوا طب نقيد، ده مش عاجبني بس ده مش هيتقيد. المعلومه وصلت لي قاتلت والحمد لله. من اول ماتش لعبت كل الماتشات في الموسم. احساس بالخطر، لازم اللعيب يكون حاسس ان هي اللعبه مش سهل، مش تاريخك اللي هيلاعبك، هو المستوى الواقعي الحالي ده اللي هو اللي هيلاعبك. اخيرا اجيري النهارده وهو بيدرب المنتخب المصري وعنده تجربه مباشره يوم 8/9 امام النيجر، مباراه مهمه، المنتخب المصري بقى له فتره بيلعب بتاكتكس وبفكر معين وفكر دفاعي، هل هذا الرجل قادر في مباراه انه يغير فكر؟ طبعا معظم القوام هيكون من القوام الاساسي للمنتخب المصري واللي كان موجود مع كوبر، هل اجيري يقدر يغير في المعسكر القصير اللي جاي طريقه اللعب ويغير من الشكل العام للمنتخب؟ انت حضرتك قلت في سياق حديثنا قلت نقطه مهمه اللي هي في فرصه قد يكون المستوى بدون استهتار، على بدون لازم يحترم المنافس، بس هو الاداء او المستوى المتوسط بتاعه
يقدر يغير في سواء في التشكيل او في طريقه اللعب اللي عايز يجربها. مهم جدا خلي الفرص في المباراه الوديه في ماتش رسمي حتى مستوى المنافس متوسط، مش عايز اقول ضعيف طبعا، ده ماتش دولي مش هيقل عن مستوى عن المستوى المتوسط، يبقى عندك فرصه للتجربه. انما ما تجربش في ماتشات صعبه وتجيب لعيب جديد او خطه لعب جديده او طريقه لعب جديده، خلي دي ما ينفعش في المباراه الصعبه كده ومباراه البطولات. انما انت عندك التدريب تقدر تعمل كده، عندك المباراه الوديه حتى لو منافس قوي تبعيد عن الصراع على البطوله او على النقاط تقدر تعمل كده، يبقى قلنا التدريب في المباراه الوديه حتى لو كان بالعكس، حتى المباراه القويه الوديه بتبقى التجربه فيها افيد. تمام. المباراه الرسميه اما يكون المنافس مستوى متوسط تقدر تجرب، بحيث ما تيجي تلعب مباراه صعبه على بطولات كبيره يبقى انت جربت اللعيبه ويبقى اختياراتك الى حد كبير يعني فيها صعوبه. كابتن محمود صالح شرفتني ونورتني، انت موجود في بيتك واحنا اللي ضيوف على هذا المكان. طبعا انت نجم نجوم النادي الاهلي، النجوم الكبار اللي قد بشكل كبير واتكلمت معاه بشكل كبير جدا وبشكل مهم في دفاع النادي الاهلي ورؤيتك الكبيره. واخيرا لو حابب تقول اي حاجه. لا انا بقالي كتير ما جيتش هنا فانا سعيد ومبسوط. احنا اللي مبسوطين، سعيد جدا يعني ان انا جاي قناه الاهلي. احنا اللي مبسوطين ودايما سعيد برضو بحضرتك وحضرتك يعني انا اكون متواجد معاك، مبسوط بالحوار والحقيقه بحييك على يعني ادارتك على راسي يا كابتن. ربنا يخليك، شرفتني ونورتني. الله يخليك. لسه فقرات معانا ما بتنتهيش النهارده في الاهلي الليله. هطلع فاصل لان بعد الفاصل هيكون عندنا فقره جديده في الاهلي الليله، فقره مهمه جدا، فقره كده لو حطينا عنوان هنقول دستور الاهلي، دستور الاهلي او لائحه الاهلي. كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وكل محبين النادي الاهلي عايزين يشوفوا لائحه النادي الاهلي. هتكون في فقره في الاهلي الليله الفقره الجايه وهتكون موجوده معاكم علشان تعرفوا لائحه النادي الاهلي من خلال الاعلام الكبير الاستاذ شريف فؤاد. بعد الفاصل الاستاذ شريف فؤاد وفي ضيافته الاستاذ طارق انبي. اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، عوده من جديد بعد الفاصل وعندنا فقرات مهمه جدا قبل الفقره الحواريه الهامه جدا اللي هيديرها بالتاكيد الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي مع الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي عن دستور الاهلي خلال الفتره القادمه، وهذا الموضوع الهام جدا ولا حيوي بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. بطبع عندنا تقارير مختلفه، تقارير متنوعه ما بين علاقتنا بجمهور النادي الاهلي وكيف يتحدث جمهور النادي الاهلي عن سر حبه لهذا الكيان، وكيف كانت هناك مسميات عديده متعلقه بهذا الكيان في الفتره الماضيه ومستقبل جمهور النادي الاهلي وعلاقته بناديه في الفتره القادمه. ايضا عندنا كمان زياره مهمه جدا لنادي كامبالا سيتي الاوغندي، رغم الخساره بالامس امام النادي الاهلي بنتيجه 4-3 في الجوله الاخيره من دور المجموعات في بطوله افريقيا، لكنه كان حريص جدا على توجيه طلب لاداره النادي الاهلي بزياره مقر النادي الاهلي بالجزيره ومتابعه كل المنشات والبطولات وهذا التراث التاريخي لاكبر نادي في القاره الافريقيه. ثم الختام بتقرير اخر مهم جدا مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بيتحدث عن عوده الجماهير بشكل رسمي بدءا من اول شهر سبتمبر القادم وبشكل تدريجي ما بين المباريات المحليه والمباريات الافريقيه، وهناك معلومه جديده متعلقه بمباراه منتخبنا الوطني امام النيجر والحضور الجماهيري في هذه المباراه. لكن بالطبع اولى تقاررنا فيها هذه الفقرة مباراة كامبالا سيتي والأهلي في الجولة الأخيرة. فوز الأهلي بهذه المباراة كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة مع زميلي العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب، فوز كان مهم جدا. الأهلي تصدر المجموعة وهناك أرقام قياسية بفوز فريق النادي الأهلي في هذه المجموعة. الأهلي فاز على كامبالا سيتي وحقق أرقام قياسية في عدد الانتصارات المتتالية، 4 انتصارات متتالية لأول نادي في البطولة الأفريقية منذ أن أنشأت هذه البطولة. أيضا عدد مرات التأهل للأدوار النهائية 30 مرة، فبالتالي هناك أرقام كثيرة جدا. لكن أربط هذه الأرقام بعلاقة جمهور النادي الأهلي بهذا الكيان الكبير، أخرج إلى تقرير جماهير النادي الأهلي تتحدث عن أعظم نادي في الكون، ثم نتابع الحديث بعد هذا التقرير. سر عظمة النادي الأهلي هو الانتماء.
الانتماء دي بصراحه يعني في نادي الاهلي. انت احنا بنتولد دمك احمر اهلاوي، الانتماء والى جانب بقى يعني حاجات كتير بالذات في نادي الاهلي يعني بتورث الاجيال. بس انا اكتر نقطه في عظمه النادي الاهلي هي الانتماء. النادي الاهلي هو روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء بقى ادارته اداره محترمه، اداره لها مبادئ، بغض النظر لعيب مثلا كان هو اللعيب ده رقم واحد اللي هيفيدني اللي انا معتمد عليه، حصل دروب مع اللعيب دوت هيجي غيره وهيجي بعده وهيجي بعده. النادي الاهلي ولاد والاهلي فوق الجميع. النادي الاهلي يعني حاجه طبعا معروفه من زمان. انا يعني طلعت لقيت والدي اهلاوي واخويا اهلاوي وابن عمي اهلاوي، فطبعا النادي الاهلي ده حاجه كبيره يعني مش حاجه. وطبعا معلش هتلاقي مثلا الجماهير بتاع هتلاقي اللعيبه بتاعته او مجلس الاداره بتاعته من زمان تلاقي فيه اخلاق وادب واحترام وفي مبادئ وفي قوانين ماشيه، فطبعا ده شيء طبعا في اصل. فانت لما بتبقى ماشي على حاجه فيها اصل وكده بتحس ان انت مرتاح يعني. فطبعا نادي الاهلي فانيلا الحمراء ديت يعني روح الجميع يعني. وطبعا يعني احنا مش بنقول بقى فانيلا كذا وفانيلا كذا وفانيلا كذا، ده انتماء لنا. واحنا طبعا جمهور محترم عشان بنشجع طبعا فريق محترم، واحنا تعودنا على كده على طول. وطبعا بنتبسط بالفريق طبعا عنده المبادئ اللي انت بتاخد بطولات كبيره يعني. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي كابتن خطيب طبعا من خلال توجهاته والقياده الحكيمه بتاع كابتن خطيب مجلس الاداره ادى تعليمات للاداره اللي هو تسهيل المهمه للجمهور من اجل تشجيع النادي الاهلي، واحنا في خدمه النادي الاهلي في اي مكان وبالتوفيق للنادي الاهلي. اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعت وشفت في هذا التقرير تفاصيل هامه جدا من كلام جمهور النادي الاهلي، ولو نربط ده بكلام الجماهير الافريقيه اللي تحدثت عن النادي الاهلي خلال الحلقات الماضيه كانت تقارير مهمه جدا. انت بتتكلم عن تاريخ نادي ظل عبر 111 سنه بيرسي قيم ومبادئ وارقام وتواريخ وحاجات كثيره جدا في القاره الافريقيه وفي الوطن العربي، دخل باذهان كل الجماهير في هذه المنطقه الكبيره جدا من نادي حقق بطولات عديده وكان له السبق في الفوز بالبطولات وفي الأرقام القياسية وأيضا في الثوابت التاريخية والقرارات التي اتخذت في الفترات السابقة. لذلك بعض الأندية والعديد من الأندية حتى خارج مصر بتحب أن تسير على هذا النهج. واحنا بنتكلم عن عودة الجمهور وازاي شفنا جمهور النادي الاهلي كان دايما مع الفريق في اللحظات الحاسمه. الفتره القادمه الكل بيتكلم ازاي الجمهور يرجع وازاي الجمهور هيملأ المدرجات خلال الفتره القادمه ما بين المباريات المحليه والافريقيه. اي نعم او صحيح المباريات الافريقيه فيها حضور جماهيري بنسب معينه، لكن الهدف الاساسي حتى في الدوري العام خلال الفتره القادمه عوده الجمهور للدوري المحلي والمباريات القادمه. تقرير مهم جدا مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بيتحدث في هذا التقرير عن كل هذه التفاصيل. نتابع هذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. طبعا 1-9 وفي على فكره التزام من اتحاد الكوره ومرسل هذا الموضوع. احنا بدورنا كجهه حكوميه ويعني وزاره الشباب والرياضه فتحنا هذا الملف، لكن ادارته كلها هتكون موجوده مع اتحاد الكوره وهو اللي بيدير المنظومه من خلال الانديه. وفعلا بعت لنا وهو بيعمل الداتابيز وعندنا من 1-9 ل 11-9 او 8-9 المباراه المنتخب في 3 مباريات وبيتم فيها التدرج، وبعد 8-9 في 11-9 اول مباراه هيكون في زياده في التدرج لعمليه ال 5000 وتصنيفهم وادائهم وتظبيطهم. وان شاء الله يعني نتاكد ان المنظومه كويسه وده هيدي المؤشر الى. اهلا بكم من جديد. وزي ما شفت طبعا في هذا التقرير كلام مهم جدا لدكتور اشرف صبحي، كلام مختصر بمواعيد ثابته بالنسبه للمرحله القادمه ان شاء الله عوده الجمهور للمباريات، لان بالطبع الكل عارف مدى شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي. عندما يحضر جمهور النادي الاهلي لتشجيع فريقه في الملعب بالتاكيد هيكون عامل ايجابي وعامل حاسم جدا في حسم العديد من البطولات خلال الفتره القادمه كما كان هو السابق في الفتره الماضيه.
لكن في هذه اللحظة بالتأكيد أتوجه مباشرة إلى دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي لحوار هام جدا مع دكتور مع الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث حول الجمعية العمومية ولائحة النظام الأساسي وكيف يستطيع أعضاء النادي الأهلي تقرير مصيرهم بلائحة مختلفة في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. عليك الكلمة دكتور شريف. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد سعيد نجم قناة النادي الأهلي، الشكر جزيل وموصول لحضراتكم. إطلالة هي الأولى من داخل استوديوهات قناة النادي الأهلي في شكلها الجديد في ثوبها الجديد، ومن خلال برنامج الأهلي الليلة هنحل ضيوف على حضراتكم من آن لآخر علشان نناقش دستور الأهلي. دستور الأهلي هو اللائحة، لائحة النظام الأساسي اللي الحقيقة اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة انتهت من إعدادها وطرحت مسودتها أو مشروع اللائحة للنقاش والحوار المجتمعي ليتفضل السادة أعضاء الجمعية العمومية بالاطلاع عليها وبالنقاش حولها وأيضا عرض مقترحاتهم بشأن بنود ومواد هذه اللائحة اللي بتزيد عن 120 بند الحقيقة أو مادة. هذا الدستور وهذه اللائحة بتأتي اتساقا وتناغما مع قانون الرياضة الجديد. اللائحة الحقيقة بذل فيها جهد كبير جدا من قبل لجنة الإعداد اللي كان بيتولاها القامة القانونية الأهلوية الكبيرة المستشار محمود فهمي، وكان بيشارك من آن لآخر مع اللجنة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حتى انتهت المسودة أو المشروع وطرح للنقاش، أصبح متوفر على كل المواقع الإلكترونية في كتيبات توزعت على السادة الأعضاء. الرائع الحقيقة أنه الأعضاء تقدموا بمقترحات عدة حول بعض بنود هذه اللائحة. الأروع أنه اللجنة المركزية لإعداد اللائحة استجابت لكثير من هذه المقترحات وعرضتها على مجلس الإدارة اللي وافق على 6 منها في اجتماعه الأخير اللي انعقد يوم الاثنين الماضي. الحقيقة أنه عندنا مهمة كبيرة ملقاة على عاتق أعضاء الجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية النادي الأهلي اللي دايما بيضربوا المثل والقدوة في الحفاظ على ناديهم، في يعني بنقول إيه، بيمثلوا محائط الصد المتين تجاه النادي، الحفاظ على حقوقه، خاصة أنه فكرة طرح اللائحة للمناقشة ربما هي المرة الأولى اللي بيقدم عليها نادي في مصر. مع كل التقدير للأندية اللوائح طرحت للتصويت مباشرة، لكن النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي هو قاطرة الرياضة في مصر وبيقدم المثل والقدوة حريص على صنع لائحة تليق باسم نادي القرن يشارك فيها أبناؤه، يشارك في صنعها أبناؤه، وبالتالي هذه اللائحة تأتي فنيا متسقة مع قانون الرياضة ومع الدستور لكن بنكهة النادي الأهلي. طيب إيه المطلوب مننا؟ عندنا يوم 28 سبتمبر الحقيقة التصويت على هذه اللائحة، مازال باب الاقتراحات مفتوح حتى يوم 9/9، ثم ستعمل لجنة الصياغة على الشكل النهائي لهذه اللائحة قبل أن تعرض مرة أخرى على الأعضاء للتصويت عليها يوم الجمعة 28 سبتمبر. وزي ما الأهلوية الحقيقة زحفوا صوب معقل النادي الأهلي في الجزيرة في 30 نوفمبر 2017 للتصويت في انتخابات مجلس الإدارة بجمعية عمومية هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي، اقتربت من 40,000، احنا متوقعين إن شاء الله أن يكون في إقبال أيضا كبير من أبناء النادي الأهلي على هذه اللائحة ليصنع أو لتصنع عائلة الأهلي أعضاء وجمهوره دستور على جديد للنادي الأهلي زي ما كان عنده دستور غير مكتوب طوال 111 سنة يكون عنده أيضا دستور، لكن هذه المرة مكتوب من خلال لائحة النظام الأساسي. قررنا خلال هذا البرنامج المهم ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي اللي الحقيقة بشكر زملائي فيها وبشكر الزميل العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ خالد توحيد وزملائه على هذه الروح اللي بيبثوها والالتزام بالمهنية والموضوعية، هنطلع على حضراتكم من آن لآخر نناقش بعض بنود هذه اللائحة، الاستراتيجية العامة، إيه المطلوب مننا، إيه اللي مجلس الإدارة عمله، إحنا كأعضاء جمعية عمومية مطلوب مننا إيه، طب الجمهور ليه دور، صحيح ملوش دور في التصويت لكن ليه دور، هنتعرف عليه من خلال الحوارات اللي هتدور على قناة النادي الأهلي، وأيضا من خلال بعض الأسئلة اللي هطرحها على ضيوفي الكرام، واللي هنبدأ النهاردة بضيف مهم وواحد الحقيقة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والأهلوية اللي بينتموا لي بكل حب وعشق، هو السيد الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة اللي اسمحوا لي أرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا بحضرتك أستاذ طارق، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ، وبشكرك على تلبية الدعوة. أنا يعني كلمناك النهاردة ظهرا لكن
يعني دايما ابناء الاهلي في سرعه استجابه الحقيقه، يعني لانه فكره انه يكون الساده اعضاء مجلس الاداره وممثلين معانا يطلعوا يخاطبوا جمهور النادي الاهلي واعضاء واعضاء الجمعيه العموميه عشان يشرحوا لنا اهميه وجود لائحه للنادي الاهلي، ده شيء محمود انا بشكر حضرتك عليه، شكرا جزيلا. شكرا استاذ شريف، وطبعا بشرف بوجودي في قناه الاهلي وبشرف بالساده المشاهدين وتحت امر حضرتك. اشكرك. اتفضل. خليني اسالك في البدايه، النادي الاهلي يعمل طبقا للائحه الاسترشاديه اللي وضعتها اللجنه الاولمبيه. تمام. وتمت الانتخابات على اساسها. ليه مجلس الاداره حريص على اعداد لائحه للنظام الاساسي للنادي الاهلي تصوت عليها جمعيته العموميه؟ ليه احنا حريصين على وضع لائحة؟ أهمية اللائحة. الأول هكلم حضرتك على الوعد اللي احنا قلناه، عشان كده حريصين ان احنا السنة دي بالذات إن شاء الله يكون موجود لائحة تليق بالنادي الأهلي. احنا في البرنامج الانتخابي أيام الانتخابات كنا بنتكلم على ضرورة إن شاء الله من أول سنة نكون انتهينا من إعداد اللائحة مكان اللائحة الاسترشادية، لائحة تليق بالنادي الأهلي. وعندنا فكر برضو ان الجمعيه اول جمعيه يوميه تنعقد في الدوره الانتخابيه بتاعتنا اللي هي في 28/10 ان شاء الله، انها لا يصح انها تقام على لائحه غير لائحه النادي الاهلي. نعم. انها تكون اللائحه انتهينا منها. اللوائح نفسها حضرتك عارف ان اللائحه هي حاجه مؤسسيه تليق، لازم تكون بتلبي رغبات اعضاء الجمعيه العموميه. تمام. وما تكونش خارجه عن المشروعيه، بتكون في اطار القانون اللي هو قانون الرياضة، القانون طبعا بيكون في إطار الدستور واللائحة تكون في إطار القانون. إحنا ظلينا فترة كبيرة في إطار القانون القديم اللي هو قانون رقم 77 لسنة 75. القانون ده ما كانش فيه استثمار رياضي، القانون ده كان في ظل الهواية قبل ما الرياضة تبقى صناعة في ظل يعني مليارات على مستوى العالم كله، أحد الصناعات المهمة في العالم يعني. فعلى مدار سنين احنا كنا بنشتغل كرياضة في مصر بلوائح كانت بتوضع من قبل الوزير المختص للرياضة في مصر. النادي الاهلي كان سباق طول عمره، يمكن من حقبة الثمانيات والتسعينيات، والنادي عنده اصرار ان هو من خلال مجلس ادارته ان هو يكون في لائحة تليق بالنادي الاهلي تكون موجودة. اتذكر ان هو في ايام مجلس كابتن حسن حمدي وكان مع كابتن محمود الخطيب ان في جمعيه يوميه انعقدت لاقرار مشروع لائحه، وبرضه لم يكتب لها الاعتماد من الجهه الاداريه. حتى مشروع اللائحه ده انا فاكره كويس جدا، كان في باب عن الاستثمار في الرياضه وكان مكتوب على استحياء، لان القانون نفسه ما كانش فيه بنود للاستثمار الرياضي، ما كانش فيه باب للاستثمار الرياضي. كان في استشراف لافاق المستقبل، يعني النادي الاهلي كان سابي وكان عنده رؤيه لفكره الاستثمار وانشاء شركات وما الى ذلك. بالظبط، وكان في بند كامل كده بيتكلم على الاستثمار الرياضي، وكان في وجهه نظر فيها كمان انها لا يصح خلاص دور الدوله كعبء على الدوله، الانديه ما ينفعش انها تبقى عبء عليه مالي، فلازم يكون الانديه لها مواردها. الموارد التقليديه طول عمرها هي الاشتراكات وخلافه، ما فيش موارد تقليديه، لكن ما فيش موارد مبتكره او استثمارات للانديه تخليها تقدر تجيب تدر عائد مرتفع، عائد معقول ان هو تقدر تصرف بيه على خدماتها والعابها وتنهض بكل الرياضه الموجوده فيها. فالنادي الاهلي نتفق الاول، النادي الاهلي سبق من فتره كبيره جدا. صحيح. وهو عنده الرياده في الحته دي، وان هو مصر ان يكون حتى في ظل القانون القديم ان يكون موجود في لائحه تليق بالنادي الاهلي. مجلس مهندس محمود طاهر مشكورا برضو اجتهد وعمل لائحة ولم يكتب لها الاعتماد من الجهة الإدارية. فده الحلم اللي احنا كأهلوية بقالنا زمن عايزينه. مفهوم يعني النادي الاهلي حضرتك طارق، عشان المشاهدين وجمهور النادي الاهلي واعضائه يبقوا عارفين، بياتي اتساقا مع حاجتين مهمين. اولا الوعد اللي قطعه على نفسه الكابتن محمود الخطيب وقائمته الانتخابيه في برنامج عائله الاهلي، انه في غضون سنه هيكون عندنا لائحه خاصه بالنادي الاهلي ولا نحكم باللائحه الاسترشاديه. رقم اثنين انه القانون بينص ان كل نادي يعد لائحته. والحاجه المهمه جدا بقى كمان ان كل الاجتهادات السابقه والاجتهادات الحاليه هو المطلوب منها في اللائحه دي ان احنا نوصل لتعظيم دور الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه يعني هستعير تعبير الفقهاء القانونيين في الجزئيه دي، ان هي السلطه المؤسسه بيتبع ارائها سلطات مؤسسه، فهي السلطه المؤسسه اصلا لكل حاجه، هي صاحبه الحق الاصيل. فالهدف كله من مشروع اللائحه هو كده، اعلاء وتعظيم دور الجمعيه العموميه واستقلالها والرجوع الحق الاصيل لاصحابه. اللي حصل ان اول ما بدانا في القصه دي مجلس الاداره كلف لجنه انها تقوم باعداد مشروع اللائحه.
تم على رأسها سيادة المستشار محمود فهمي، وهو قامة معروفة قانونية وله خبرات عريضة، زائد ان هو كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار عدة دورات. صحيح. قامت اللجنة دي بقيادة المستشار محمود فهمي بجهد جميل جدا وجهد رفيع على مدى في إطار مشروع له يؤخذ منه ويرد على أساس يقدم لمجلس الإدارة. مجلس الإدارة بالتالي رد الحق إلى صاحب الحق الأصيل الجمعية العمومية. عملنا خارطة طريق غير مسبوقة في تاريخ الأندية المصرية، ما حصلتش في جمعية عمومية في الأندية المصرية في اعتماد لائحة. إن نطلع بمشروع نعرض المشروع على جموع أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي، ومتاح للعامة والنقاد والمفكرين، لأن النادي الأهلي ما بيخصش النادي الأهلي لوحده، النادي الأهلي ده أحد القلاع الرياضية، أهم قلعة رياضية موجودة في الوطن العربي. النادي الأهلي له الريادة، النادي الأهلي لما بيعمل حاجة لا المفروض عليه عبء، ده تكليف عليه، عبء وطني، لأن بيتلوه ده قدره يا فندم، قدره، وبيتلوه مباشرة إن الأندية بتحزو حزو. هو ده النادي الأهلي وعليه العبء ده، فلازم يعمل حاجة تليق بيه وتليق بالرياضة المصرية وحاجة محترمة. فبالتالي وضعنا خارطة الطريق إن يبدأ المشروع يرجع للجنة ومجلس الإدارة، نبدأ نعرضه على المجموع أعضاء الجمعية العمومية والمفكرين زي ما قلت حضرتك والعامة كلها، نشر على كل المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي، الناس تدلي بآرائها، لدرجة إن مجلس الإدارة رغبة منه في إنه يكون في فرصة لأعضاء الجمعية العمومية ولكل الحقيقة أطياف المجتمع اللي حضرتك اتكلمت عنهم يدلوا بدلوهم في هذا الأمر. طرح اللائحة أو مشروع اللائحة للمناقشة سريعا دون أن يكون هناك عملية تدقيق لغوي وضبط بس للسيارة. أستاذن حضرتك أن إحنا أشرنا لكده، البعض كان أنا بقول لحضرتك البعض كان يعني بيرى في أنه هذا ربما قصور أو بينتقد، لكن كان في إصرار من المجلس أنه يطرحها بحالتها كده. إصرار، والحاجة الثانية إحنا قلنا الكلام ده وأعلناه في خارطة الطريق ان لسه في لجان صياغه وفي حاجات في مراحل كتير، بس لازم ان احنا ندي الوقت الكافي لاعضاء الجمعيه يوميا ان هم يقدموا اقتراحاتهم ويبصوا على البنود دي. فبدانا طرحنا الكلام ده واعلنا عن موقع الايميل اللي هيتلقى الاقتراحات. صحيح. حاجات كتيره قوي سواء اتوزعت مكتوبه ومطبوعه وعلى كل المواقع، تلقينا الاقتراحات جوه النادي. اقول حاجة اكتر من كده، احنا في المراحل الفترات الايام الماضيه حتى الاقتراحات الاجتهادات اللي بتيجي لاعضاء مجلس الاداره من خلال يعني بعض الناس ما بيبعتش على الايميل او غيره، بيبعت اقتراحات اجتماعي بيقابلك على بنستقبلها. عملنا لجنه مخصوصه قريب للحاجات دي اللي هي تتلقى الاقتراحات اللي مش جايه كمان من خلال الموقع او الميل او خلافه. يعني ما فيش رغبه من مجلس الاداره انه صنع هذه اللائحه ودفع بيها الى الاعضاء وتفضلوا صوتوا عليها، هي ده المشروع اللي احنا عايزين نمرره. لا، في رغبه من مجلس لا رغبه من مجلس الاداره وتعظيم دور الجمعيه العموميه، اصرار على المشاركه. طبعا طبعا ما بتكلمش انا بتكلم عن المحتوى، عن المضمون. يعني المجلس الاداره ليس له مصلحه في انه نصوص ما يتم تمريرها او اعتمادها. المجلس الاداره يعني بيعطي الحق لاصحاب زي ما حضرتك تفضلت انه الجمعيه العموميه هي اللي تصنع معهم وتكون شريكه في صنع مجلس الاداره كعهد جميع مجالس ادارات النادي الاهلي على مدار تاريخه. المصلحه الوحيده هي الجمعيه العموميه. عظيم. وجي الوقت والتوقيت اللي هي فرصه لينا ان انت لاعلاء وتعظيم دور الجمعيه العموميه. القانون القديم كان لا يسمح ليك بكذا، جانا قانون هديه ان الجمعيه العموميه اللي احنا كنا بنكافح عليه من زمان جانا دلوقتي. فبالعكس هي فرصه ذهبيه ان احنا نفرح بيها ان احنا نعمل لائحه تليق بالنادي الاهلي. مصلحه مجلس الاداره هو تعظيم دور الجمعيه العموميه، وان يكون في لائحه تليق بالنادي الاهلي تبقى لكل الاجيال التاليه. ولا والحاجه اللي برضو معلش يا استاذ شريف انا مش عايز اقطع حضرتك، بس حضرتك سعيد بالتفاعل ومشاركه الاعضاء والمقترحات على اللجنه نفسها؟ مئات الاقتراحات جت. على فكره حتى مش عايز اقول اختلافات، عندنا في النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها اختلافات. هي في رؤى تباين في وجهات النظر اللي هي بيطلع عنها في الاخر منتج صح يليق بالنادي الاهلي. فلا جالنا مئات الاقتراحات، حاجات كتيره جدا. بالعكس احنا بنتابع كمان ما يكتبه النقاد، يعني النقاد مهما اختلفت ميولهم ميولهم الكرويه، يعني سواء انديه اهلي او زمالك او غيرهم، كل الاحترام، كل ما يكتب تم متابعته
وخلينا لجان قاعده مخصوص تتابع الكلام ده خلال الفترات اللي فاتت. مئات الاقتراحات اللي جات لنا دي حاجه طبعا اسعدتنا للتفاعل اللي موجود، لان في النهايه ما يهمنا هو النادي الاهلي طبعا. والحاجه الثانيه ان دي ان شاء الله تبشر ان في جمعيه عموميه هتليق بالنادي الاهلي لاقرار اللائحه دي، وحتى اللي له اعتراض له كل يعني بعد ما تطلع في صيغتها النهائيه بعد كل التعديلات والصياغه والكلام ده، المعترض له كل الاحترام، بس رجاء منه ان هو يشارك دلوقتي، عنده فرصه للادلاء برايه، للادلاء برايه في الحق، يوظف الحق اللي هو اداهوله القانون، واللي احنا حريصين ان هو يرجع الحق زي ما قلت لحضرتك، عايزين الحق يرجع لصاحبه هو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وهزيد لحضرتك ووارد جدا بعد ما نخلص كل البنود والاقتراحات والصياغه ان ممكن في الواقع العملي يطلع بند او بندين يكون ما توافقوش مع الواقع العملي. موجود جوه اللائحه برضو اليات تفعيل ان انت تقدر بعد كده تعدل من خلال الجمعيه العموميه، اليات التعديل موجوده. طب لو حضرتك لو القانون نفسه اتغير، منتج بشري كامل يعني، لو القانون نفسه، قانون الرياضه حصل فيه بعض التعديلات، هيطلوها وقتها انك لازم تعدل في لائحتك لتتواكب مع القانون. نفس الحكايه موجود جوه اللائحه الكلام ده، اليات تعديلها. فالمصلحه هو النادي الاهلي صحيح، كعهد كل ابناء النادي الاهلي. طيب ان شاء الله ان شاء الله، والتعديلات لغايه 9/9 مفتوحه للجميع، واللجنه بتمارس عملها ليل ونهار عشان يعني احنا وصلنا في خلال الايام اللي فاتوا في 6 تعديلات اقرت من مجلس الاداره، وفي لسه عندنا يوم السبت في حاجات كتيره، اللجنه شغاله باستمرار. خليني اقف مع حضرتك في النقطه دي، يعني مجلس الاداره اقر اجراء تعديلات على 6 مواد تمام، ده نزولا على رغبه اعضاء الجمعيه العموميه بما يتلائم مع القانون طبعا. يعني كان في توافق بين المقترحات اللي وصلت بشان 6 بنود او مواد دول يا استاذ طارق. وبالتالي يعني ارتأى المجلس ان هو يقبل في تواقف، وحصل مناقشات مننا في اللجنه فيها وتم عرض برضه والمجلس اتناقش فيها. يعني لان زي ما بقول لحضرتك المنتج اتبعت لاصحاب الحق، بعد كده احنا بنبص على اقتراحات ايه والتعديلات اللي ممكن تتعمل. طيب لسه في فرصه لتعديلات على مواد اخرى؟ موجوده موجوده، ما فيش حاجه اسمها غير قابل للتعديل. ده وزي ما برضه حضرتك اعلنا من الاول، ده مشروع اللائحه. بالعكس احنا يعني بندي الفرصه لنفسنا ان يطلع منتج زي ما بقول لحضرتك يليق بالنادي الاهلي وبجمعيته العموميه. يعني في مجموعه بنود مقترحات اللي هي اتعدلت اوريدي، 6 بنود، تعديل في بعض الحاجات المتعلقه بالجهات او هيئات قضائيه في بعض البنود، في بند البنود اضيفت ماده جديده خاصه بلجنه التظلمات، ودي كانت برضو مسار ان الناس طلبوها. تم وضع وتحديد للجزاءات واسقاط الادويه من خلال الجمعيه بيد الجمعيه العموميه صاحبه الحق الاصيل، والبند يعني شرحها في التعديل بتفصيل مطلق. يعني في بند اثر لغط اللي هو الزام المطلقه او الارمله عن سداد لسداد نصف قيمه المبلغ المقرر لقبول العدويه الجديده. دي عايز اتوقف عليها شويه، هو تم تعديل الماده على طول على فكره بعد المناقشات اللي حصلت وبالرجوع للمستشار محمود فهمي. ان على طول تم الغاء الجزئيه دي، وتم التعديل فيها ان هو اذا استوفت شروط العضو العام السالف ذكره في الماده وبتحسب العضويه عائدتها العام لو رسم اشتراك المقرر من تاريخ الزواج، واللي بيدفع طيب بس بدون مدى سداد الاشتراك السنوي. لكن انا يهمني الهدف الهدف الحفاظ على الاسره المصريه، وانه السيده والمراه المصريه العضو العظيم دي في جمعيه العموميه النادي الاهلي حقوقها محفوظه ومصادره. يهمني ليه حد السداد نصف قيمه المبالغ المقرره دي اتلغت بقى سداد الاشتراك السنوي او المبالغ اللي هي مقرره، وده كان مثار اعتراض من بعد. وبرضه دي عايز اتوقف عليها تاني، ليه اثارت لغط المراه بالنسبه لينا في النادي الاهلي، هي الام والزوجه والاخت، تاج على رؤوسنا يعني. بالظبط كده، واكبر دليل ان في نفس اللائحه المشروع اللائحه الموجود في بند اللي هو خاص بتشكيل مجلس اداره، في اللي هو جزئيه التعيين، البند ده اللي هو لسه برضو بيبت فيه، يعني في ما فيش حاجه نهائيه فيه. خليني النقطه مكتوب دي مكتوب فيه يعني فضل. مدرك فيه تعيين امراه، فيعني هي نفس اللائحه اللي احنا ممكن حد يقول اللي هي حته الزام المطلقه اللي هي كانت مكتوبه في المشروع، يعني ان فيها اجحاف بحق النساء لا مطلقا، لا بالعكس ده ممكن تتهم بالتمييز، بتمييز النساء. طب لازم اعمل مداخله صغيره هنا،
يعني رغبة من مجلس الإدارة ومن اللجنة المعدة لهذه لهذا المشروع في تعظيم دور المرأة، اقترحوا أن يتم عضوين مجلس إدارة بعد الانتخابات خوفا من أنها لا تمثل في المجلس بالانتخاب بالشكل اللائق. أن يضم عضو بالتعيين، عضو عضو عن المرأة بالتعيين على الرغم. لا وارد ساعتها يبقى فيها عضوة منتخبة وعضوة معينة، يبقى اثنين يعني وارد. ما هو ده اللي أنا عايز أوصله، أنه رغبة في إيه؟ في تعظيم دور المرأة والاستفادة منها. إحنا حصل اقتراح. وعلى فكرة كابتن محمود الخطيب كان بيقوله أيام الندوات الانتخابية أن أنا لو أملك أن يكون في سيدتين في المجلس، في القائمة اللي نازلة، كنت أعمل كده. فالحتة دي يعني مزايدة عليها لا، يعني لأن إحنا لا، كل التقدير لعضوات النادي الاهلي والسيده عندنا في النادي الاهلي تاج على رؤوسنا، يعني مفيش مفيش اي غبن للكلام ده. والماده دي على طول اتعدلت، وزي ما انا بقول ان ده كان مشروع، يعني بند موجود جوه المشروع. طيب دور اللجنه المركزيه الان اساسي، بتعمل ايه يا استاذ طارق؟ وايه خارطه الطريق اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ ايه يعني الاسابيع والايام القليله المقبله هيحدث بخصوص لائحه النظام الاساسي؟ الاليات اللي موجوده لسه لغايه دلوقتي ان احنا عمالين نستقبل وبيتم حصر، يعني بقول لحضرتك، مئات من الاقتراحات للتعديلات اللي تحصل يعني. فاللجنه ما زالت مستمره في عملها. كويس. لغايه قبل ان شاء الله المفروض 9/9 ده اخر ميعاد ان احنا نتلقى التعديلات. ليه 9/9 برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ عشان في فتره مهله للجمعيه العموميه اللي هتنعقد ان شاء الله يوم 28/9. 9/9 ده اخر موعد لتلقي المقترحات. بحيث يعني المنتج كل اعضاء الجمعيه العموميه ورموز الفكر والمجتمع في مصر وكل محبين النادي الاهلي يقدروا بعد ما يقروا اللائحه، اللي عنده اي مقترح يبعته بالطريقه اللي تم الاعلان عنها الى اللجنه الطرق وبكل وسائل. هذه المقترحات كلها بيتم دراستها بالزبط من قبل اللجنه وتعرض على المجلس، اذا ارتأى انها للمصلحه العامه فبيتم اقرارها. 9/9 يبدا الصياغه النهائيه بعد 9/9 تبدا الصياغه النهائيه لشكل اللائحه بالظبط التي ستطرح على الساده الاعضاء للتصويت عليها 28 سبتمبر. عشان كده حددته 9/9. طيب هل هتقابلوا الناس؟ هتشرحوا لهم؟ هتردوا على استفساراتهم؟ يعني دور مجلس الاداره واللائحه واللجنه المركزيه من ضمن برضه خارطه الطريق اللي موجوده، ان عندك ورش عمل على طول بتنعقد وهتنعقد كتير خلال الفترات الجايه، فيها من اعضاء النادي، من اعضاء مجالس ادارات السابقين على مدار تاريخهم الموجودين، من المفكرين، كله هيشارك في ورش العمل دي برضو عشان نوصل ان لو في اي تعديل لائق بالنادي الاهلي او اي مقترح يتم الاخذ به. الحته الثانيه المهمه برضو اللي بدانا نعملها الفتره اللي فاتت، ان بدانا الاداره نفسها التنفيذيه بدات تعمل لقاءات مع العاملين بالنادي. العاملين وده جزء مهم جدا. لان انا النهارده هضرب مثال مثلا بالاشتراكات او العضويه، يعني شؤون العضويه اخواتنا في النادي اللي شغالين في الرياضة. المفروض احنا الفتره برضو الايام الجايه هيحصل انعقاد لينا، لقاءات لينا كممثلين للجنه اللائحه معاهم. قد يكون عندهم رؤيه جديده، لان هم اللي بيحتكوا دايما بالاعضاء وبمشاكل الاشتراكات اللي موجوده والعضويه. الحاجه الثانيه، انا يهمنا كمجلس اداره ان كل العاملين بالنادي المنتج برضو الاخير يكون هم مقتنعين بيه، لان هو في النهايه اللي بيقابل العضو في مشاكل زي مشاكل العضويات دي كتيره جدا في كل الانديه. انا يهمني ان الراجل المسؤول عن الاشتراكات في النادي الاهلي اما يجي احد الاعضاء المحترمين هو بيناقش حاجه، يرد عليه رد مقنع، يرد عليه يقول له دي كذا وحلها كذا، او ليه اللائحه قالت فيها الكلام ده. انما ما يبقاش ان، وده جزء برضو من مفهوم عائله الاهلي، ان احنا كلنا بنتكلم لغه واحده بالظبط تحت المظله. وبعدين زي ما حضرتك تفضلت ان الاداره التنفيذيه هي الاكثر احتكاكا بالساده الاعضاء، وبالتالي بتبرز بعض القضايا والمشاكل مع التطبيق على الارض بيكونوا هم ادرى بيها. لما بيتم تلافيها او وضع بنود لحل هذه المشكلات، ده في مصلحة النادي الأهلي بشكل عام، يعني أعضاء وحتى جمهور وعاملي. حتى جمهور لم يغفل، لأن النادي الأهلي وضعه مختلف برضو عن معظم الأندية. النادي الأهلي الجمهور ينزل يصوت لا، في اللائحة اللي هي روابط المشجعين. روابط المشجعين طبعا وعلى فكرة، ومن ضمن الاقتراحات اللي بنستقبلها من كل أعضاء الجمعية العمومية والجمهور بيبعت، لأن في النهاية هو دي الطبيعة الخاصة للنادي الأهلي.
ان يعني كله لائحه اللائحه النهايه على هو تشكيل روابط في ماده لتشكيل الروابط نفسها روابط المشجعين. فكنادي اهلي لا هو حريص على كل المنظومه ان هي بالظبط كل عائله الاهلي يعني برضو ما حاجه بنتكلم على ان حرص مجالس الادارات على كده من زمان. انا برضو وانا بكلم حضرتك دلوقتي تذكرت حاجه ودي كانت سنه 2011 كان قام المجلس القومي للرياضه اللي كان بيرأسه المهندس الدكتور حسن صقر. وساعتها برضو كان اتعمل مؤتمر يعني كان في مؤتمر اتعمل وقتها وكان يعني اعتقد كان اسمه الجامعات العموميه بين الواقع والمأمول. والنادي الاهلي اللي هو مجلس ادارته كان ساعتها كابتن حسن حمدي رأسه مع كابتن محمود الخطيب كرئيسا للمكتب التنفيذي قدموا مقترح رؤيه جوه المؤتمر ده اللي هو بعض مقترحات خاصه لاعاده هيكله الرياضه المصريه بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي. فانت كان النادي الاهلي كان ليك رياده قبل ما القانون نفسه ينص على حته الرجوع للهيئات الدوليه والميثاق الاولمبي وكده كان النادي الاهلي نفسه سباق في الكلام عنه. طيب تأذن لي يا استاذ طارق في ثلاث نقاط عايز اناقشهم مع حضرتك قد يراهم البعض شائكين يعني. البند اللائحه في احد البنود نصت على انه الرئيس رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لا يترشح لاكثر من دورتين يعني في بند الثمان سنوات له اربع سنين جميل. واربع سنين. البعض شايف انه ده فيه اجحاف ومصادره لحق الجمعيه العموميه يعني من حق حضرتك او من حقي او من حق اي شخص عضو في جمعيه عموميه ان هو دايما يطرح نفسه على الجمعيه العموميه من خلال الترشح والجمعيه لها الحق تقرر تنتخبه او لا تنتخبه لكن دون ان امنعك من فكره الترشح. البند ده هل جالكم مقترحات بشأنه وهل في تفكير في الاستجابه للمقترحات اللي رافضاها؟ بس حضرتك انا معايا نبذه من المقترحات. يعني عايز اقول لحضرتك في مئات المقترحات موجوده عندنا حاليا ومقسمينها كلجان شغالين عليها. يعني هقول لحضرتك بعض المقترحات زي ما اتفضل حضرتك في بند الرئيس وفي البعض بيعتبر ان ده اجحاف كمان بحق الجمعيه العموميه. وبرده فكره تعيين اعضاء وان نخرج بره دائره الثمان سنين لان في النهايه خلي الجمعيه العموميه هي لها مطلق الحريه الانتخابيه ان هو ينتخب من يشاء. مع انه في تقديري الخاص يعني بقى هنا كاعلامي انه ربما ده يكون بيعبر تعبير له دلاله خاصه انه المسؤولين في النادي الاهلي لا يعملوا كعادتهم وكعهد النادي الاهلي طوال هذه السنوات لمصلحه مفيش حد بيفكر يقعد مرتبط بالكرسي يعني ده حتى رئيس النادي عايز يحط بند في او اللجنه يعني ان هي تقصر الترشح لدورتين فقط ياتي من ياتي هو في النهايه كلنا بنشرف بخدمه النادي الاهلي اي حد فينا بيخدم النادي الاهلي له الشرف بخدمه النادي الاهلي صحيح فده كلنا اللي احنا مجمعين عليه يعني وهو تكليف مكلفنا بيه من اعضاء الجمعيه العموميه يعني انا بقول في حسن نيه وفي امر ده شيء محمود الحقيقه من مجلس الاداره انه يعني هذكر حاجه بعض المقترحات زي مقترح اللي هو اعاده النظر في ماده الدورتين للرئيس في ودي برضو اتعالجت في البنود اللي تم عالجتها مؤخرا فاكر لو تذكر في ماده جابت لغط شويه اللي هي معاقبه العضو لو في جزاءات على لو عضو مخالف لاي حاجه معاقبته خارج اللي هي اتقال خارج حدود النادي داخل او خارج داخل او خارج حدود النادي فالناس قالت خارج ايه علاقه النادي هو طبعا يعني اعاد صياغتها يعني ولسه بيعاد صياغتها تاني اللي هي مش حكايه خارج النادي بس عايز اوضح نقطه اللي كان مقصود بيها ايه هو غير اللي فهم مطلقا يعني الماده اتعدلت وبيعاد الصياغه كمان بعد موافقه مجلس الاداره بس ما كانش هو ده البعد لا بعد ان لو حد كتب على السوشيال ميديا او خلافه او الكلام ده خالص هو كان البعد اللي موجود ساعتها اللي هو لو انا كعضو في النادي لو حصل اي حاجات جرائم مخله وكان في حكم قضائي فبالتالي دي اللي هي تعتبر خارج النادي لكن بتؤثر على عضويتي في النادي زي ما نفس اللائحه اللي هي الاسترشاديه اللي بتطبق حاليا اللي هي من ضمن قبولك للعضويه كعضو النادي اما بنقول عليه ان يكون متمتع بحسن زي. ده بقى اللي كان مقصود لكن لا مقصود معاقبه اعضاء محترمين ولا غيره على اللي احنا عمالين نقول على امور بيرتكبوها خارج اسوار النادي اطلاقا يعني خالص ومع ذلك الماده تم تعديلها وبيعاد الصياغه.
هقول حاجه برضه بعض مقترح بخصوص موضوع تعيين العضوين يا استاذ طارق، اعتقد في مقترح بخصوص هذا الامر برضه، البعض بيشايف انه ربما يكون في مصادر الحق الجامعه العموميه، يعني في اتجاهات ليها ولسه البعض بيطالب مثلا انه ان تم ان اجازت الجامعه العموميه او وافقت على هذا المقترح، فكره انه يتم تعيين عضوين في مجلس الاداره لازم يكون له شروط اقلها الا يكون قد قدم نفسه الجامعه العموميه مثلا وما حققش. صحيح يا فندم، هو في بعض دي اتقال ان ممكن دي تكون مخالفه مثلا للحته المتعلقه بالميثاق الاولمبي، وده طبعا هو المحور الرئيسي في وضع اللائحه، او خلافه في راي اخر ان الجمعيه العموميه نفسها اما هيطرح عليها المنتج ده هو ده رجوع ليها مش امر اداري من اداره النادي، لان في النهايه هيستفتى عليه او هينظر فيه من خلال مين صاحب الحق الاصيل اللي هيطلب بدلو في الجمعيه في التصويت على هي الجمعيه العموميه. ما هو مع ذلك الجمعيه العموميه يا استاذ طارق ما عندهاش خيار، هي على تقبل فكرة، هي هتقبل اللائحه كلها هي هترفضها كلها. لا انا عايز اوضح حاجه بس اللي هي النقطه الجزئيه بالحته دي، ان في النهايه ده مش لا منتج نهائي تمام. حتى في دي البنود دي جاري حاليا نظر فيها قانونيا ورغبات الاعضاء بما يتوافق مع القانون ولسه هيتم صياغتها، فمش يعني احنا بنتكلم على الجدل الحاصل وبعض المقترحات اللي موجوده. في مقترح تاني حضرتك كان موجود بتشكيل المكتب التنفيذي، ده يمكن حوالي 50 مقترح بيتبص عليه يعني الناس. عايز اقول لحضرتك حاجه، شوف الطموح وامال اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي حاجه تفرح. في لا ضمن المقترحات في بعض الاعضاء يعني لغايه دلوقتي برضه لا ما اقدرش اقر لحضرتك ان ده الاقتراح ده يصلح او في كل ابعاده القانونيه والتشريعيه وخلافه ما اقدرش اقر بيها، انما انه يفرح ان من ضمن المقترحات انشاء جامعه باسم النادي الاهلي. يعني شوف الطموح واصل حاجه تفرح يعني. في نقطه برضو دي عليها جدل من بعض الاعضاء اللي هي حق عضو الشيخ زايد المشاركه في الجمعيه العموميه. كنت لسه اسال حضرتك مين اللي له حق حضور الجمعيه العموميه، والشيخ زايد هو الفرع الوحيد للنادي الاهلي لانه مدينه نصر من فتره طويله بيعامل معامله المقر، على اعتبار ان اللي بيشترك في مدينه نصر بيكون مشترك في النادي الاهلي بشكل عام في الجزيره، لكن لما الشيخ زايد اتعمل هو اتعمل كفرع، عضو الفرع ما بيدفعش كل المبالغ المقرره عليه ليحق له حضور الجمعيه العموميه طبقا للقانون. فهل منهم حد القانون بيعطيه الحق او اللائحه الاستشهاديه في حضور الجمعيه العموميه والتصويت يا استاذ طارق؟ طيب الاول بس عشان تناول اصدقائنا واخواتنا واخواتنا اعضاء فرع الشيخ زايد. احنا من ايام الانتخابات عشان بس اقول ان مفيش اختلاف في الرؤيه بالنسبه لينا اللي قلناه، هو ايام الانتخابات هو الموجود لغايه دلوقتي. كنا بنقول دايما مفيش حاجه اسمها فرع صحيح في تعاملنا مع جميع اعضاء النادي الاهلي. كلهم النادي الاهلي، النادي الاهلي المتواجد في الشيخ زايد، المتواجد في الجزيره، المتواجد في مدينه نصر، اللي هيتواجد في التجمع، اللي هيتواجد في كل ربوع المنطقه العربيه ان شاء الله بفروع. ان شاء الله. تمام؟ انما بنتكلم على ايه؟ ان انت لازم في النهايه تتوافق مع ايه؟ لازم يكون احترام لمشروعيه اللائحه. لازم اللائحه تتمتع بالمشروعيه، ما اقدرش اعمل حاجه فيها لا مخالفه للقانون ولا لاحكام القضاء. فيعني هقول لحضرتك برضو، وانا يعني انا مش بقول رايي، انا محايد بس بقول لحضرتك ادام المقترحات دي جت فانت بتنظر في كل الاراء وفي النهايه اللجنه لا وعندك نصوص ملتزم بيها وقانون ملتزم بيها. ما أنا يعني في حكمين صدروا من انت عارف حضرتك القانون ادى لجنه التسويه والتحكيم التابعه للمركز القانون الجديد طبعا للمركز الاولمبي اللي هي البت في اي اللي هي الشكاوى والحاجات المتعلقه باعضاء الجمعيات العموميه في الانديه. ففي احد الانديه احد اعضاء جمعيتها المحترمين طعم في الماده 8 من اللائحه الاستشهاديه اللي بتطبق على النادي ده. الماده دي اللي هي بتقول عضو الفرع اللي هي المطبقه عندنا حاليا برضه يعني عضو الفرع الذي تقتصر عضويته على احد فروع النادي تقتصر عضويته هو الذي تقتصر عضويته على احد فروع النادي ولا يكون له حق حضور الجمعيه العموميه او الترشح لمجلس الاداره. مركز التسويه والتحكيم والحكم ده كان في 2000 واوائل 2018 السنه دي يعني. مركز التسويه والتحكيم باللجنه الاولمبيه قال وصف نص اللائحه اللي هو بتاع اللائحه الاسترشاديه اللي هي بتدي ما بتديش الحق عضو الفرع ترشح او حضور جمعيه عموميه، قالت ان النص ده قائم على سند صحيح سواء من الواقع او القانون وتم رفض الدعوه.
في نادي اخر انا يمكن معايا برضو لان احنا عاملين لجان لفحص كل طبعا انا بقول لك مع الاخذ في الاعتبار والاستفاده من اولا التجارب اعضاء مجلس اداره متواجدين باستمرار في فرع الشيخ زايد. صحيح. الشيخ زايد بنعتبره جزء اصيل من عائله الاهلي. ده مجلس اداره عقد اجتماعين هناك بالظبط كده وقت كبير جدا يعني الخطيب بينزل يعمل كل شغله واجتماعات انما القصه انت ما تقدرش تعمل حاجه مخالفه لا للقانون ولا لاحكام القضاء لها كل الاحترام. في برضو نادي اخر حصل ان احد اعضاء الجمعيه الاميه قدم برضو لمركز التسويه والتحكيم رفع دعوه على بند معين في اللائحه. حكم المركز نفسه بتاع التسويه والتحكيم تطرق في حكمه للحته دي. انا ممكن اوريها لحضرتك عند الحكم هي نفسه. هي احكامه قضائيه يا استاذ طارق مش كده؟ احكامه على طول تبقى يعني لان ده هو ده المخول ليه طبقا للقانون. بيقول انه اضف الى ما تقدم انه في حاله اقرار حق اعضاء فرع النادي في حضور اجتماع الجمعيه العموميه وانتخاب مجلس اداره النادي والترشح في الانتخابات فان ذلك يعني اعطاء من لا يملك ما لا يستحق. فكيف يتولى عضو الفرع وهو بلا منازعة من طرفي الخصومة وليس عضوا في النادي الرئيسي وليس له أي حق فيه إدارة وتصريف شؤون النادي من خلال حضور اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة والترشح له ولا يقاس في ذلك العضو النادي الرئيسي الذي هو عضو أيضا في الفرع ويتمتع بكافة حقوقه في شأنه شأن النادي الرئيسي. يعني ما فيش مجال للمقاربة بينهم زي ما النص بيقول. عضو النادي الرئيسي بيروح النادي الفرع وبيستفيد منه لكن عضو الفرع ما يقدرش يحضر اجتماع الجمعيه العموميه ولا يكون ليه حق ترشح ولا الانتخاب. وبقول الا اذا شيء. الا اذا ايه يا استاذ؟ ان هو عدل العضويه دي ما عدل في الشيخ زايد وفي ناس عدلت عضويتها خلال ثلاث سنين له الحق انه يبقى عنده عضويه النادي كلها يعني كامله بكل مقراته. برضه كرر تاني اتفضل اعضاء الشيخ زايد مدينه بالنسبه لينا احنا كاعضاء مجلس اداره لهم كل الحقوق والواجبات. الحاجات بس اللي هي متعلقه بقانون او مشروعيه اللائحه او خلافه هي دي اللي او احكام قضاء ما بنقدرش نتكلم فيها. لكن احنا بنعتبرهم جزء اصيل من عائله الاهلي. طبعا احنا ممثلين عن اعضاء فرع الشيخ زايد وعن اعضاء الجزيره وعن اعضاء ميت نصر وعن اعضاء اي فرع سيتم افتتاحه ولنا الشرف في كده يعني. طيب يبقى الوقت خارطه الطريق بتقول ان 9/9 ستتوقف قبول الاقتراحات، لجنه الصياغه تشتغل، يتم اعداد اللائحه في شكلها النهائي اللي هيتم عرضها على اعضاء الجمعيه العموميه لقراءتها مره اخرى قبل الانتخابات بثمان ايام ثم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر. من حاله الحراك الرائع والمشاركه العظيمه لاعضاء الجمعيه العموميه دي، حضرتك شايف انه الاهلاويه اعضاء الجمعيه العموميه او ابناء النادي يعني هيتوجهوا لحضور هذه الجمعيه يا استاذ طارق؟ وايه اللي مطلوب منهم في هذا اليوم؟ ان شاء الله انا على يقين في كده. لان زي ما بقول لحضرتك تاني ده حلم الاهلاويه على مدار بقالنا عشرات السنين ان يكون للنادي الاهلي لائحه خاصه بيه. انا على يقين ان اعضاء جمعيه للنادي الاهلي عندهم من النضج الحمد لله ومن كل النضج الكافي اللي هم يبقوا حريصين على إعادة حقوقهم يرجع لهم الحق الأصيل. الحق يرجع لأصحاب لأعضاء جمعية يومية إن هم يقروا لائحتهم الخاصة بهم. الحاجة الثانية إن اخترتوا ليه 28 سبتمبر يا أستاذ طارق؟ البعض شايف انه ربما يعني في زنقه او مش هيكون في وقت كافي للاعداد ودعوه الناس وفكره حثهم على الحضور. زي ما قلت لحضرتك حددنا المواعيد بخريطه الطريق معينه بحيث ان في النهايه توصل برضو ان شاء الله اما تيجي تعمل الجمعيه العموميه اللي هي في اواخر العادية. شهر اكتوبر ان شاء الله ان انت تعملها على لائحتك، لائحه النادي الاهلي. لائحه ده هدف ثاني مهم يعني ده هدف ثاني مهم طبعا. فكره انه الجمعيه العموميه العاديه تنعقد في النادي الاهلي في 31 اكتوبر بناء على لائحه النادي الاهلي وليس مجلس الاداره فكره انه الاهلي يكون ابنائه يحكموه يعني هم الذين وضعوا هذا المنتج وهذه اللائحه اللي بتحكم او دستورهم يعني بالظبط. ومجلس الاداره بقياده كابتن محمود خطيب مركز على اليوم ده ان شاء الله مدي تعليمات للاداره التنفيذيه ان يكون على اعلى مستوى التنظيم من مداخل هي تعليمات بس ده بيتابع ده الحقيقه مع العميد محمد برجاوي ده فازي بكل تفصيله يعني ولازم الناس تكون مستريحه وتاجروا جراشات ودخول وسهوله هو نفس اللي بيتم حاليا اختيار المكان اللائق صحيح. اللي مش هيسبب اي لا تعب ولا ارهاق لعضو الجمعيه العموميه يعني يبقى يوم فرحه بلائحه النادي الاهلي لائحه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مش لائحه مجالس على فكره
هي لائحة لا مجلس الحالي ولا أي مجلس تاني. دقة الكابتن محمود الخطيب واهتمامه بالتفاصيل وتواجده في النادي يوميا ومتابعته استراتيجيا لكل حاجة بتتعبه كمجلس إدارة؟ يعني حرصه على راحة أعضاء الجمعية العمومية وعلى تنفيذ خطته وبرنامجه الطموح وسباقه مع الزمن. يعني أنا قد تكون شهادتي مجروحة، لكن أنا بشوف يعني هذا الرجل يكاد يؤدي عمل اقرب الى الانتحار من اجل النادي الاهلي. يعني ده بيتعبكم؟ لا، هو حقيقي يعني كابتن محمود الخطيب بيؤدي العمل ده كلنا باحساس بالتكليف بتاع الجمعيه العموميه. ففي النهايه عندنا سيستم، في نظام بيحكم النادي الاهلي. فهو حتى المجهود اللي كابتن محمود الخطيب بيعمله جامد جدا عشان التاكد من ان في نظام صح بيطبق في النادي الاهلي. يا سلام. فبالعكس يعني احنا يهمنا في النهايه ان النادي الاهلي ياخد دوره الطبيعي اللي هو متواجد على مار السنوات، بس يبقى فيه الاهلي اللي محفوظ للنادي الاهلي في لوائح بقى. عشان كده مركزين على حته اللائحه دلوقتي اللي هو ايه، انا الاوان ليكون للنادي الاهلي ولاعضاء جمعياته العموميه اللائحه الخاصه بيهم، وهو كل الفرص متاحة للإدلاء بدلوهم في كل المقترحات. المفترض أنه في ورش عمل ولجان استماع وندوات وحوارات هتبدأ من الأسبوع المقبل. وتعمدنا على فكرة أن الاستعجال يعني في بعض بس البنود باستقبال المقترحات مكتوبة أو عبر الميل هتقابلوا الناس وتناقشوهم وتتكلموا معهم كل كمان. الوسائل وفي الأكثر هستعجلنا كمان في بعض البنود، أن احنا نعلن أن البنود دي تم اعتماد تعديلها لتحفيز وتشجيع باقي الاعضاء الجمعيه العموميه ان هم يقدموا مساعدين لكل المقترحات. مفيش وللتاكيد كمان على انه اعضاء الاهلي هم الذين يصنعون اللائحه، لا مصلحه لمجلس الاداره ولا لائحه ولا لجنه اعداد اللائحه في انه هذه النصوص او غيرها يمرر. المهم في النهايه التوافق حول المصلحه العامه. اكرر حاجه ثاني التعبير اللي بتاع فقهائنا اساتذه القانون، الجمعيه هي السلطه المؤسسه. يتبع آرائها والمنتج اللي هتطلعه هيبقى فيه سلطات مؤسسة زي حالتنا كده. احنا كأعضاء مجلس إدارة احنا سلطات مؤسسة منين؟ الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة الرئيسية، هي صاحبة الحق الأصيل. ملخص كل اللي بيحصل ان الحق الأصيل ده بيرجع لصاحبه الجمعية العمومية، ان هي تدلو بدلوها وآرائها ويطلع في الآخر لائحة تليق بالنادي الأهلي. إذا كان في ناس معارضين أو معترضين، بلاش معارضين، على بعض بنود اللائحة، عندكم ساعة صدر تسمعوا لهم وتناقشوهم وتاخدوا بآرائهم ومقترحاتهم إذا كانت للمصلحة العامة؟ لا، هو حضرتك تم في التعديلات وبيتم وهيتم خالص، لان هو وبرضه مفهوم معارضين في النادي الاهلي انا مش معترف بيه ولا احنا جوه النادي معترفين. قلت معترضين على اختلاف الرؤى، اختلاف الاراء اللي هو دايما بينتج عنها. طب هو مجلس، ما هو جوه مجلس اداره النادي الاهلي. لا بس دي سنه من سنن الحياه يا استاذ طارق. انتوا ممكن تكونوا مختلفين جوه مجلس الاداره وفي تباين في وجهات النظر. لا، هو عشان يطلع منتج صح هو لازم اختلاف رؤى عشان تطلع منتج مظبوط في النهايه. صحيح. يعني فكره الاستثمار، حضرتك قلت حاجة مهمة جدا وكلنا مؤمنين بها، وإنه الرياضة وكرة القدم تحديدا أصبحت استثمار وصناعة كبيرة جدا. كان في يعني تخوف لدى الجماهير ولدى محبين النادي الأهلي من فكرة الشركات اللي هيتم تأسيسها، وإيه ضمانة سيطرة النادي الأهلي وعائلة الأهلي على ملكية هذه الشركات ليبقى الأهلي مملوك للشعب المصري جمهورا وأعضاء يعني. برضو لحفظ حقوق الجمعية العمومية في هذه الجزئية في لجنة هو بيرأسها وبيقوم على عاتقه معالي الدكتور فاروق العودة محافظ البنك المركزي الأسبق، هاي شغال في القصة دي في بند الاستثمار عشان يطلع برضو. والدكتور فاروق العودة مشهود له يعني الحمد لله دوره سواء دوره الوطني، لا ده قامة اقتصادية واستثمارية وعقلية عظيمة. فلحرصنا وفي مادة اتحطت وجاري برضو، ما اقدرش اقول في مواد نهائية غير اللي هو الست مواد اللي هو ومش نهائيه كايه كصياغه لسه، لكن ان احنا بنبادر نقول لجماعه عموميه ولكل محبين النادي الاهلي لاي تعديل قابل نعدله ونبعده. مفيش حواجز في القصه دي، مفيش ولا في اغراض غير النادي الاهلي وغير الجمعيه العموميه، مصلحه تعظيم دور الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هتكون يوم الجمعه 28 سبتمبر ان شاء الله، وبالتالي ده موعد اجازه.
الناس تنزل تقضي يوم رائع يوم في النادي قرص جوه النادي الاهلي يعني طبعًا. على مسؤوليتك ومسؤوليه مجلس الاداره انه هيكون يوم ان شاء الله طبعا ممتع طبعًا. يعني طبعًا. الناس تعبت يوم الانتخابات هو طبعا كان لاسباب كتير وكان اقبال منقطع النظير وليها هيبقى في اقبال منقطع النظير ان شاء الله برضو بس ان شاء الله هيكون في ترتيب هيكون اكثر من رائع ومش طعن في اي ترتيبات سابقه على فكره كل توقيت بيبقى لها ظروفها في الاعداد لا نستفيد يعني من التجارب السابقه يعني لو مجلس السابق موجود وجه بيرتب تاني انتخابات هيرتب احسن من العام بالظبط لهم بالزبط. كل ابناء النادي الاهلي على فكره لهم كل الاحترام وكلهم ما بيسعوش غير حاجه واحده بس هو النادي الاهلي الشيء الحقيقه اللي يدعوك للفخر والاحترام رجالات النادي الاهلي هو تقديرهم لبعض يعني مره كنت بتكلم مع كابتن محمود الخطيب على هامش حاجه كده في الخطة مجلس الإدارة ورؤيته والبرنامج الانتخابي وأنه أحلامه دي لو تحققت فبقول له يا ده أنت هتبقى أنجح رئيس نادي في تاريخ النادي الأهلي انزعج جدا فقال لي يا شريف إحنا بنكمل بعض كل ابن من أبناء النادي الأهلي بيجي يحط طوبة في بناء هذا النادي ولا تجد أبناء النادي الأهلي يعني يتحدثوا عن بعض إلا بكل تقدير واحترام واعزاز لكل ما قدمه وحاجه ده موجود لغايه دلوقتي الحمد لله جوه النادي الاهلي جوه مجلس الاداره نفس الحكايه مفيش حد متنافس مع حد جوه مجلس الاداره كله بيكمل بعضه مع زميله في الحاجات اللي في النهايه تعود على النادي الاهلي حتى في اللجنه يعني لجنه اللائحه نفسها كان في زملاء افاضل معانا موجودين في اللائحه يعني كان في طبعا كابتن محمود الخطيب بخبراته كرئيس مكتب تنفيذي لاكثر من 10 سنوات كان متواجد باستمرار في اللجنه في النايب الاستاذ العمري فاروق بخبراته السابقه كوزير وخلافه كان معاه ملفات كتيره في الرياضه في مصر متواجد استاذ ابراهيم الكفراوي بخبراته الرياضيه والمصرفيه استاذ محمد جمال الجرحي بخبراته ايضا محمد الجرحي دكتور سعد شلبي بيدلي بدلو ما شاء الله يعني قمه في التسويق الرياضي الاستاذ محمد مرجام مدير الاداره التنفيذيه مدير التنفيذي للنادي بيدلي بدلو في القصص كعضو جوه اللجنه الاستاذ محمد فتحي مدير اداره الشؤون القانونيه يعني اقصد ان منظومه عمل متكامله دي لجنه موجوده وفي نفس الوقت اعضاء مجلس الاداره اللي هم مش في اللجنه برضو بيدلوا بدلوهم وبيساهموا وبيجوا بيحضر يعني من كل النواحي هو ده مفهوم النادي الاهلي لا في حاجه خاصه ورا القصه دي الهدف زي ما اقول لحضرتك ايه لو حضرتك تحط عنوان للائحه النادي الاهلي وكل خارطه الطريق اللي معموله هي تعظيم دور الجمعيه العموميه للنادي الاهلي طب واعاده شوف بقى القيم الحق لاصحابه القيم بقى كمان اللي مجلس اداره بيرسخها وابناء الاهلي بيرسخها يا استاذ طارق انه مجلس الاداره واللجنه المركزيه للائحه سترسل طبقا لاخر قرار لمجلس الاداره هذه اللائحه لكل اعضاء مجلس الاداره السابقين في النادي الاهلي ربنا يديهم الصحه اللي موجودين على قيد الحياه لرؤساء النادي الاهلي السابقين هو جاري الكلام ده حاليا ان هو ارسال كل الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه وطولة العمر المهندس محمود كل اعضاء مجلس وهم مدعوون ومدعوون للادلاء بلائحه النادي الاهلي من خبراتهم مش لائحه مجلس دي لائحه النادي الاهلي مش لائحه مجلس معين الحقيقه دي كانت اطلاله عامه يعني رؤيه استراتيجيه كده في الختام قبل ما اشكر حضرتك في حاجه حضرتك حابب تتكلم فيها يا استاذ طارق انا في اجابه على سؤال انا ما طرحتوش في رساله حضرتك عايز توجهها في هذا اللقاء الممتع اللي انا بشكر حضرتك عليه الله يحفظك يا استاذ شريف كل برضه اللي احب اركز عليه تاني اتفضل اللي هو انا قاعده جماعه عموميه للنادي الاهلي يعني انا نفسي حضور ان شاء الله وده هيحصل حضور غير مسبوق في الجمعيه العموميه عشان الحق يرجع لي يرجع لي كعضو جمعيه عموميه انا متاكد من احتكاكي باعضاء النادي الاهلي ان هم سيكونوا احرص الناس وسيتسابقوا للتوجه يوم 28 سبتمبر الجمعه الى معقل النادي الاهلي في الجزيره علشان يصوتوا على هذه اللائحه باذن الله بعد ان يقوموا بتعديلها وبعرض مقترحاتهم ووجودها في صيغتها النهائيه اللي مفترض انها بعد 9/9 تخرج ان شاء الله باذن الله لانه الحقيقه هم دول الأهلوية وهم دول أعضاء الجمعية العمومية والرائع كمان أنه حتى الجمهور بيرسل مقترحات واللجنة بتدرسها وبتعرضها على مجلس عائلة الأهلي أي ملحوظات أو أي أقلام لنقاد وخلافه لهم كل الاحترام باختلاف ميولهم الرياضية
قاعدين لجنه عماله ترصد كل الكلام ده. اي اقتراحات او اي انتقادات في اي بنود او اي تعديلات ممكن تحصل، احنا مرحبين بكل الاراء هايل لاصدار منتج يليق بالجمعيه العموميه للنادي الاهلي. يبقى احنا في انتظار الصيغه المثلى لهذه اللائحه بعد صنع ابناء النادي الاهلي ليها وتلقي مقترحات اعضاء الجمعيه العموميه، ثم التصويت عليها ان شاء الله يوم 28 سبتمبر. زي ما قلت لحضراتكم هذه كانت اطلاله عامه مع السيد الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي المحترم، اللي كلمنا عن اهميه وضع لائحه للنادي الاهلي، عن دور الجمعيه العموميه اللي هي السلطه المؤسسه وهي صاحبه الحق والقرار في كل شؤون النادي الاهلي. مجلس الاداره ليس له اي مصلحه الا المصلحه العامه واعداد دستور يليق بنادي القرن ويستمر لسنوات طوال يحمي هذا العرين ويحمي هذا الكيان اللي بينتمي ليه الحقيقه عدد كبير من المصريين او الاغلبيه الكاسحه دون تعصب. وبالتالي الان اعضاء النادي الاهلي وابنائه مدعوون للاشتباك، للحوار، للقراءه، للتعديل، للاقتراحات، ثم التوجه إلى معقل النادي الأهلي في الجزيرة يوم 28 سبتمبر لتحقيق النسبة القانونية المطلوبة اللي بتزيد عن 12,000 عضو، 12,500، 13,000. أكيد أنا متأكد وعلى ثقة أنه أعضاء الأهلي هيقدموا ملحمة في هذا اليوم، وهيكون العدد أكبر من كده بكتير إن شاء الله. بكرة إن شاء الله هنكون مع حضراتكم ومعانا عضو مجلس الإدارة تحت السن النشيط الأستاذ محمد الجرحي، ولنا لقاءات متتابعة بإذن الله وصولا إلى يوم 9/9 فاصل، والزملاء مستمرون معكم في برنامج الأهلي الليلة. ابقوا معنا. مساء الخير على كل جماهير الاهلي وكل جماهير مصر. مساء الخير بعد عيد اضحى مبارك، ادعو الله علينا باليوم والبركات. بعد مواصله الاستاذ شريف فؤاد وتعريف جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بلائحه النادي، بنقول للناس شاركوا في اللائحه، شاركوا بلا، نروح النادي الاهلي ونرفض اللائحه او نوافق على اللائحه، دي حاجه عشان يبقى لنا دستور احنا اللي عملناه بايدينا كاعضاء النادي الاهلي. هنروح للألعاب الجماعية وهنروح لأخبار الألعاب الجماعية وخبر لكرة اليد، مشاركة في بطولة القسم الدولية في الشارقة. النادي الأهلي النهاردة بيستعد لبطولة الدوري العام وبطولة كاس مصر وبطولة أفريقيا في ساحل العاج. البطولة اللي شاركوا فيها النهاردة فاز النادي الأهلي النهاردة في أول مشاركة ليه على الهدي السعودي بنتيجة 31-14. كابتن محمد عادل بيقول إن هو عندهم رغبات او عندهم اهداف معينه لازم يحققوها في البطوله اللي جايه اللي هي بطوله القسم اللي هم مشتركين فيها، ان هو هيستفيد من كل اللاعبين، هيجرب كل اللاعبين عشان يوافقوا على التشكيل الاساسي لفريق كره اليد بالنادي الاهلي في البطوله دي. البطوله دي هتستمر لغايه يوم 5/9، يرجعوا يبداوا الدوري يوم 20/9 باذن الله. هنسيب هاندبول رجال وهنروح لهاندبول سيدات والكابتن ياسر صلاح والاهتمام بالعناصر الصعبه. كابتن ياسر صلاح زي ما احنا شايفين قدامنا البنات الاهلي بيتمرنوا في الجيم تدريبات قاسيه جدا، كل ده علشان يروحوا يستعيدوا او يتوجوا مره اخرى ببطوله الدوري والكاس والمشاركه في البطوله العربيه في الاسكندريه. كابتن ياسر صلاح بيقول ان في 8 عناصر شابه عنده، حرص منذ بدايه الفتره على تطعيم الفريق بعدد من فريق الشابات كلهم مواليد 98. الفرقه كلها كده جاهزه ان شاء الله باذن الله ان هم يكون عندهم خبرات في بعض اللاعبين وعندهم شباب في بعض اللاعبين، نتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه. هنسيب كره اليد وهنسيب الهاندبول وهنروح لفريق الطايره والثنائي اللي عندهم مشاكل. فريق الطايره بسيدات كابتن حمدي صافي ربنا يكون في عونه بيجابه مشاكل كتيره من اول الموسم، 2 اصابات رباط صليبي، والنهارده نهله سامح ونرمين المنشاوي بيحصلوا على تدريبات عايزين عشان عندهم مشاكل في ركبتهم، حصل حقن لعمليه الركبه لركبهم الاثنين، نتمنى لهم الشفاء العاجل والعوده مره اخرى سريعه للملاعب. 4 عناصر اساسيه في بدايه سيزون، في بدايه فتره اعداد، مشكله كبيره جدا جدا جدا. نتمناه الفوز مره ثانيه بالرباعيه التاريخيه اللي حصلت السنه اللي فاتت في النادي الاهلي.
هنسيب ملعب الطايرة وهنروح لملعب كرة السلة وسيدات السلة بالنادي الأهلي، ودخول معسكر مغلق مع كابتن إيهاب الألفي في مدينة الأسكندرية، معسكر مغلق لبطولة الدوري ومنافسات الدوري هتبدأ 6 أكتوبر، وأول مواجهة هيبدأها مع نادي في ماتشات ودية عفوا نادي الغابة ونادي الزهور، وهيبدأ الموسم بإذن الله 4 أكتوبر. النادي الأهلي بتواجد في المجموعة الأولى برفقة أندية أكتوبر والغابة والزهور. نتمنى إن شاء الله برضو تحقيق الرباعية التاريخية للنادي الأهلي في كرة السلة سيدات. إن شاء الله كابتن إيهاب الألفي هو وكتيبة السيدات اللي معاه بإذن الله هيعملوا نتيجة كويسة السيزون ده، كلهم أمل وكلهم عندهم حماس وروح إن هو يفضلوا دائما على قمة التتويج في الدوري العام المصري. هنروح لأبطال السباحة عندنا ومشاركة في بطولة كأس الاتحاد، 600 لاعب ولاعبة، 600 لاعب ولاعيبه بيشتركوا في جميع المراحل من يوم 29 اكتوبر عفوا من 19 سبتمبر 29/8 الى 16 سبتمبر. بيشارك الاهلي في المراحل السنيه من 10 سنين لغايه 15 سنه. دي اول سنه بتقام فيها بطوله كاس الاتحاد، بيركز الاتحاد عليها ان اكتشاف المواهب الصغيره، ويركز على سباقات ال 50 متر وال 100 متر. كل ده برضو بيكون عندنا سباحنا العالمي علي خلف الله اللي هو اول سباح يحقق ميداليه في سباق ال 50 متر في بطوله دوليه بعد ما توج ببرونزيه في البحر المتوسط في اسبانيا في العاب البحر المتوسط. هنروح لتقرير لكره الطايره الناشئين واستعداداتهم للموسم الجديد، وهنروح وترجعوا لنا ان شاء الله لنقابل ابطال كبار لكن هم سنا صغيرين، ابطال باليه مائي او انجازات او بطولات كويسه. هنقابلهم 3 ابطال عندنا، عندنا امينه الفي، عندنا سندس احمد، مريم يسري، وكابتن عزيزه موجوده معانا المدرب العام في النادي الاهلي. الفاصل ترجعوا لنا مره ثانيه. ما يحوالي 24 لعيب، بعد كده حصل انتقاء للعيبة، أخذنا أفضل لاعبين، الوقت معانا 20 لعيب، إن شاء الله هيبقى عندنا الشهر الجاي أو القاهرة، بطولة القاهرة، قبلها طبعًا في استعدادات، في عندي كام ماتش ودي أعمله قبلها إن شاء الله، هبدأ من بكرة مع نادي القاهرة، بعد كده كذا نادي قبل البطولة إن شاء الله، المفروض تبدأ في آخر شهر سبتمبر، عندي القاهرة بعدها الجمهورية، الفرق بينهم حوالي شهرين، يعني القاهرة تبدأ من شهر 9 ممكن لغايه شهر 12، ثم الجمهوريه من شهر 1 لغايه شهر مارس ان شاء الله. طبعا احنا عندنا مرحله بتاعتنا فيها سنين، يعني بيبقى سن 2003 2004. 2004 كان حوالي 10 لعيبه و2003 زيهم بالظبط. ففي 10 و10 يعني. والله انا قعدت في الاول طبعا اعمل كره طايره عمل الكل، بعد كده ابدا ان انا اقسم الفرق على حسب مستوياتهم عشان اطلع بيهم كلهم مره واحده، ودلوقتي الحمد لله يا رب انا راضي نوعا ما عن مستوى اداء الفرقه، وان شاء الله في تطور مستمر باذن الله يعني. انا وانا بضرب الفرقه مش هدفي خالص الدوري ولا هدف المنطقه خالص، لا انا بحاول ان انا دايما اوجد لعيب جديد للنادي الاهلي يقدر ان هو يكمل مستقبلا مع الفريق الاول، والحمد لله عندي حوالي 6 عناصر كويسين جدا وارد ان شاء الله في المستقبل يكون مع الفريق الاول، واتمنى طبعا ليهم كل التوفيق والفرقه كلها كل التوفيق باذن الله ان شاء الله. احنا استعدنا بشكل جيد ان شاء الله، وبكره يبقى اول ماتش عندنا ودي، احنا بادئين من الاول عشان عندنا فرقه كلها صعبه ان شاء الله، لازم نشد وناخد البطوله زي السنه. الحمد لله بدانا نمسك مع بعض شويه وان شاء الله ناخد البطوله ان شاء الله. السنه دي ان شاء الله ناخد الجمهوريه والقاهره ان شاء الله منتخب مصر ان شاء الله. احنا محتاجين كتير عشان احنا في اول موسم بدانا كنا لسه ما خدناش على بعض وبتاع، عشان في 2004 طلعنا من تحت فكنا لسه ما انسجمناش مع بعض، فمحتاجين ماتشات وديه كتير عشان يبقى في انسجام مع بعض. ان شاء الله نحقق بطوله القاهره والجمهوريه وناخد اول ان شاء الله. العب فريسي من الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. هو لسه احنا محتاجين وقت شويه عشان لسه احنا طالعين من تحت، فلسه ما انسجمناش قوي مع 2003، بس ان شاء الله ننسجم وناخد البطوله. اللي العب منتخب مصر درجه اولى والنادي الاهلي فيرستي ان شاء الله. ان شاء الله احنا فرقتنا كويسه وان شاء الله نبقى رقم واحد في مصر. احنا بدانا من شهر يوليو اللي فات، بقى لنا دلوقتي حوالي 8 اسابيع شغالين. قسمنا المرحله بتاعتنا، احنا طبعا استعدادنا بنستعد لبطوله المنطقه وبعدها بطوله الجمهوريه. احنا قسمنا البرنامج بتاعنا لاكثر من مرحله،
احنا دلوقتي في المرحلة الثانية، احنا في المرحلة الاولى اللي هي كانت مرحلة تأسيسية اللي هي كان فيها استرجاع للمهارات الأساسية والبدني العام طبعا. هنبدأ بعد كده دلوقتي بدأنا ندخل في البدن الخاص وجزء من التكتيك اللي هو وقفة الملعب والخطط في الملعب. هو الجيل ده جيل جميل جدا، جيل كان معايا من تحت 15 سنة أصلا، وجيل راكب كل الفرق الحمد لله رب العالمين، بيكسب كل بطولاته، بياخد المنطقة وبياخد الجمهورية، خدها في 15 سنة نفس الجيل دوت، وخدها في 17 سنة السنة اللي فاتت، وربنا يكمل على خير إن شاء الله السنة دي ويكمل نفس المستوى وعلى نفس البطولة إن شاء الله. والله إحنا بنعتمد على أولاد النادي دايما باستمرار، وما بناخدش صفقات، لأن أولا إحنا بنصنع اللعيبة هنا. صنع اللعيبة إزاي يا كابتن؟ والله إحنا بنجيب اللعيبة طبعا طوال وأجسامهم فرعة، ممكن يكون متأخر شوية في البداية، بس بيستجيب معانا وبنقدر نعمل منه لعيبة. ولو حضرتك بالكاميرا بصيت هتلاقي فيه ثلاثة لعيبة هناك طوال بنشتغل معاهم إن شاء الله، وهجيب لك منهم حد من اللعيبة تستضيفه، بنشتغل معاهم مع التمرين الجماعي والتمرين الاندفيديوال لوحده، فبينطق معاك لأن اللعبة بتاعتنا لعبة طوال. زي ما بنتابع انتقالات اللاعبين وبنتابع اللاعبين الكبار، لازم نتابع كل الناشئين والناشئات اللي عندنا في كل المراحل. عندنا ابطال بيحققوا ميداليات وبيحققوا مراكز وبيحققوا حاجات كويسه جدا جدا جدا، وعندنا النهارده ابطال كبار في لعبه الباليه المائي. هي اللعبه ما كانتش واخده حظها في السنين، في بعض السنين في النادي الاهلي، لكن بداوا يستعيدوا وبداوا يدخلوا على طريق النجاح اللي احنا محتاجينه كميداليات كبيره جدا في النادي الاهلي. معانا النهارده كابتن عزيزة محمود المدرب العام بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن عزيزة. مساء النور. ومعانا الابطال الكبار بتوعنا هنعرفهم من ناحيه اليمين، معانا سندس احمد. مساء الخير يا كابتن سندس. مبسوطه؟ متضايقه؟ فرحانه؟ عايزك تبسطي وما تقلقيش من الكاميرا. ومعانا كابتن مريم يسري. مساء الخير يا كابتن مريم. مساء النور. ومعانا كابتن امينه الفيل. مساء الخير يا كابتن امينه. مساء النور. اخباركم ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. مش عايزك تكوني علينا سندس. قولي لي يا سندس، بداتي ازاي بالليل مائي؟ هو انا كنت بلعب جمباز. كويس. فهو الجمباز بيأهل لأي حاجه تانيه. تمام. فدخلت واتقبلت. طب انت ليه رحتي لبدين مائي؟ عشان لعبه حلوه وفيها مشاركه جماعيه ما هي فيها فردي برضو ولا ايه؟ بس الاكثر جماعي. الاكثر جماعي. قولي لي يا مريم، بتقول اللعبه فيها مشاركه جماعيه، ايه رايك؟ طبعا ليه؟ فيها مشاركه جماعيه. ليه اخترنا، اشمعنى اخترنا لبدين مائي بالذات؟ يعني عشان بننزل حاجتين، يعني مثلا زي التيم بننزل 8 بنات مع بعض بيعملوا مع بعض، وكومبو 10 بنات مع بعض بيعملوا مع بعض، فدي مشاركه جماعيه. شدتك اللعبه؟ ما رحتيش اي ملعب تاني في النادي الاهلي غير على طول على الباليه المائي؟ لا، كنت بلعب جمباز قبلها. كنت لعيب برده جمباز. طب حد خدك من جمباز ولا انت رحتي تمشيتي لوحدك؟ لا، انا رحت. رحتي لوحدك؟ مقتنعه باللعبه؟ امينه قولي لي ايه، رحنا الملعب ازاي؟ انا كنت بلعب سباحه. كويس. كنت بلعب معايا برضو بالي ارضي في الاوبرا. هايل. فمامتي برضو يعني انا كنت عايزه اخش، انا بحب الرقص قوي، فكنت عايزه اخش حاجه فيها رقص، ف وانا كنت بلعب سباحه فقلت احط اتنين على بعض، دخلت بالي مائي. دخلتي؟ بس انا عارف انت لسه في الاوبرا دلوقتي. بتروحي صح؟ لسه. مش الاتنين شغالين مع بعض معاكي؟ مفيش مشكله. يعني هو عشان برضو يعني هو كويس شغالين اتنين مع بعض، وكمان البالي الارضي بيساعد مع البالي المائي. ف نروح لكابتن عزيزه بقى ونقول لكابتن عزيزه، يعني انا عارف ان احنا في فتره انقطاع قبل كده في النادي الاهلي في الباليه المائي، ورجعنا تقريبا من 4-5 سنين وبدانا نحضر. عايزين بس نقول لجماهير النادي الاهلي نحضرنا ازاي ونوصل لايه. مبدئيا هو عشان تعمل اي يعني مؤسسه ناجحه في لعبه رياضيه لازم تبدا طبعا من البراعم. فدي احنا بدانا من البراعم، ابتدينا نركز قوي على البراعم، ابتدوا يخشوا يشاركوا في بطولات، ابتدوا يكسبوا، فبالتالي لما بييجوا يتأهلوا لمرحلة الناشئين بيبقى عندك انت اصلا اساس كويس. كويس. الاربع سنين بقى اللي فاتت ابتدى بقى التركيز برده اكتر من سن 12 سنه اللي هو اول سن في الناشئين،
نفس التأهيل بالظبط، بيبقى بس بيختلف عدد ساعات تمرين اكتر، بتدخلهم فتنس اقوى، باليه ارضي. فردا برضو على موضوع الباليه المائي، يعني انا شايفه ان هي لعبه بتجمع ما بين الثلاث العاب اللي البنات قالت عليها. يعني باليه ارضي داخل في الباليه المائي، الجمباز، السباحه لازم طبعا البنت تبقى بتعرف تعوم كويس. بس بتخش بقى سن ال 15 سنه اللي هو سن المنتخبات، بتبدا بقى الاتحاد بيحط لك شروط معينه، فالتمرين بيبقى اصعب، تبتدي تركز على حركات اكتر. بس وبتخش الاختبارات طبعا، ويعني بيختاروا بقى هم عدد من البنات. فاحنا كان يعني حظنا كويس، يعني كان عندنا عدد كبير الحمد لله السنه دي في 15 سنه منتخب. واول مره في تاريخ النادي يبقى عندك بنات في منتخب 15 و 18 سنه ناشئين في منتخب. اول مره في التاريخ في المنتخبين مع بعض. في الاول كان يبقى عندك مثلا في 15 بس. السنه دي اول سنه يبقى عندك 15 و 18 مشاركين. كابتن عزيز احنا عندنا براعم اللي انا عارفه و 13 سنه 15 18 12 12 تحت 12 تحت 15 تحت 18 عندنا عمومي. عندنا عمومي السنه اللي فاتت كانت اول سنه. اول سنه بالظبط وصلنا زي اول سنه اللي احنا نخش العمومي وابتدي نروح مع الفرق. ما هو الاول انت ما كانش عندك بنات بتكمل، يعني تقريبا كان اخر جيل كان جيلي انا اللي كمل لحد عمومي. وبعد كده حصل فتره القطاع اللي حضرتك قلت عليها، وبعدين جه بقى انت اول بنات تكمل كان السنه اللي فاتت، ان انت وصلت بالبنات للسن ده سن العمومي. وده برده انا شايفاه انجاز جدا في النادي، ان اول مره تحصل ان انت تشارك بفريق من سنوات كثيره في العمومي كان السنه اللي فاتت. اميله قولي لي مرتين كم ساعه؟ اربعه. كويس او يعني ايام الفتنس. لا ما عايز اعمل، لازم بصي لما انا عارف هم اربعه بس يعني لا قولي لي اربعه في الميه واثنين بره. أيوة. وساعه باكل وكده احكي لي. ما هو ايام برضو قبل البطوله بنتمرن اكتر بكتير من العادي. فمثلا نقعد طول اليوم في الميه بس بناخد بريك في النص، وكمان مع الفتنس فتمرن ست ساعات. ست ساعات في اليوم وثمانية نوم والباقي ايوه، وبعد اثنين مثلا فتنس. لا يعني ست ساعات. ايوه ست ساعات هنتمرن فيه مظبوط، والباقي وثمان ساعات بننام، يبقى 14 ناقص 10 ساعات في المدرسه. لا ما هو ده ايام الاجازه. كويس، في المدرسه بقى بنعمل ايه؟ مدرسه بنروح عادي، بعدها بنروح التمرين بالليل تيجي مثلا الساعه 5 بنخلص على 11 بالليل. مش بنذاكر يا مريم؟ بنذاكر. ازاي بنوفق؟ لازم الناس تعرف ازاي بنوفق بين الدراسه وبين التدريب. احنا لما بنرجع من المدرسه بيبقى في وقت في النص فاضي ما بين المدرسه والتمرين فبنذاكر فيه. ازاي؟ تخلصي السكول بتاعك الساعه 4 مظبوط؟ والتدريب الساعه 5. بذاكر بقى انا وانا رايح التمرين في العربيه. في العربيه؟ وبنلحق نذاكر؟ انت في سنه كام؟ ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي؟ قولي لي. شاطرين. شاطرين؟ شاطرين. يا سندس شاطره في المدرسه؟ فعلا؟ طب ازاي برضو بتذاكري برضو؟ يعني انت بتذاكري وانت ماشيه كده في العربيه؟ احنا لما بنرجع من المدرسه بيكون في وقت معين عشان نلحق التمرين، فهو الوقت ده بيجبرنا ان احنا لازم نذاكر عشان ما فيش وقت تاني نذاكر فيه. ما فيش غير كده. يعني دي في اوقات الدراسه، لكن هي اوقات الصيف هي اللي بالنسبه لك بتكون احسن كتير. هي يا كابتن عزيزه ساعه بيذاكروا ساعه وما شاء الله. انت ماشي وقلت لي هم متفوقين جدا. لا هم شاطرين جدا ومدارسهم صعبه كلهم الصراحه. ازاي؟ والله من وانا برده كنت بلعب، يعني انا جربت ان انت يبقى عندك وقت فاضي ويبقى عندك وقت مشغول بالتمارين، فبتبقى انجازك بيبقى اسرع واكتر لما يكون عندك وقت قليل. يعني حتى انا اعتقد ان تحصيلهم في المدارس بيبقى اكتر من الولاد اللي مش بيلعبوا رياضه، لانهم مجبرين يخلصوا الكميه المذاكره دي في الوقت ده. تمام. فدي حاجه كويسه يعني. دي حاجه كويسه بالنسبه لهم. وعندهم الفجر برضه. وعندهم الفجر كمان. بس احنا لازم ننام بدري عشان نصحى بدري. انا شكلي انت مش بتنام يا سندس صح؟ طب قولي يا سندس ايه بقى البحر المتوسط؟ هي بطوله بيدخل فيها. ايوه قولي قولي قولي. لكن بيكون في متقسم بتوع البحر المتوسط وبتوع التانيين، فهم بيختاروا يعني في الترتيب اول 8 من البحر المتوسط. كويس. واربعه بتوع عالم. كويس. يعني اللي هم بره البحر المتوسط. تمام. ده في المنتخب ولا ده في النادي؟ بطولة البحر المتوسط. بطولة البحر المتوسط. ثمان منتخبات من البحر المتوسط. أيوة. واربعه من العالم. ويعملوا دورة البحر المتوسط. قولي لي امين لعبنا البحر المتوسط؟ عملنا ايه هناك؟ عملنا كويس قوي وشرفنا مصر. عارف بس عايزك تقولي لي عملنا ايه؟ يعني ايه عملنا ايه؟ يعني كان عندكم سنجل ويتو. قولي للناس. نزلنا الاربع ايفنتس سولو ديوت وكومبو تيم. كويس. ودخلنا في الاربعه الحمد لله فاينلز. كويس.
وعملنا كويس. وعملته كويس. طب قولي لي، في حركات صعبه كتيره في المريم، في حركات صعبه كتيره في البيلي ماي؟ لا مش كتير يعني. انا بشوف الناس بتنزل الميه وتطلع وحاجات كتيره كده، عايزين نقول للجماهير ازاي بيحصل ازاي ده. لا هو ده بالنسبه لنا عادي عشان احنا بنعرف نقوم، فبنعرف نوفق يعني. لا يعني ازاي بنت تبقى كلها تحت الميه ونطلع فجاه بنت فوق الميه كده قدام الناس؟ يعني الشيلة زي قولينا ازاي الشيلة بنشيلها، يعني بنت أيوة. ولا فوقيها بنت. ايوه بالظبط. بعد كده بقى كلنا بنشيلها من تحت وبعد كده نزق في عده واحده وتزقوا في عده واحده. قولي لي، هو ده بيكون اتفاقات معينه، حركات معينه؟ انا بشوف الباليه المائي عامه من كنت زمان بيخبطوا. احنا لسه بنخبط. قولي لي بقى ايه يعني. هو احنا عندنا بنشتغل على 8 عدات كويس. طبعا بقى كلهم عارفينها. تمام. سماعه تحت الميه. ما هي انا عايزه تقول كده، مش عارفه صح. قولي لي بقى. في سماعه تحت الميه بتبقى طبعا متوصله بالساوند سيستم اللي هو بيشتغل عليه الموسيقى. واحنا بقى بنبدا فوق الاول الميه نشتغل ارضي، بنتفق ازاي هنعد الموسيقى دي. كويس. يعني في موسيقى بتتعد مثلا على 6 عدات. كويس. في موسيقى على 8. تمام. فبنتفق احنا مع بعض هنعدها ازاي ونعمل بقى تاليف الرقصه دوت فوق الميه وننزل نطبقه في الميه. طبعا ده للسن اللي هو يعني لسه من اول 12 سنه، البران بيبقى الجمل بتاعتهم اسهل شويه. كابتن عزيزه، البدايات بتاعتهم، انت النهارده حضرتك مدربه يعني، عايزين نقول للناس انت اللي بتختاري الرقصه او شكل الرقصه او الموضوع شكله ازاي. ايوه. ده بيطلع هدف اكيد. طبعا. يعني اكيد عايزين نعرف بنعمل رقصه ازاي ونوصل لهدف ازاي. انا الاول شايفه ان لعبه السباحه التوقيعيه يعني انا شايفاها من اصعب اللعبات، لسبب ان البنت لازم يبقى عندها توافق عضلي عصبي قوي جدا، لان هي مش شايفه زوايا ايديها، زوايا رجليها، يعني هي وهي تحت المايه لازم تظبط الزوايا دي من غير ما تشوف. عندنا برضو ان احنا بنعمل اشكال تشكيلات زي ما تعرض في الفيديو، في تشكيلات منها البنات ما تبقاش شايفه بعض، فبيبقوا ده يعني هم بيبقى زي توافق بينهم كده فبيطلعوا الصوره دي في الاخر. لا دايما كنت اشوف مثلا بطولات العالم والاولمبياد بتفرج، انا احب اتابع الرياضه جدا، فبلاقي يقولوا الرقصه دي اسمها كذا، يعني بيكون ليها اسم او ليها بيبقى ليها زي يعني احنا مثلا عاملين مثلا السنه دي يعني ان شاء الله عاملين مثلا فرعوني. بالظبط. فدي مثلا ثيم، مثلا عاملين مثلا حاجه تانية كانت السنه فاتت اسباني مثلا، اسباني اللي هو الشكل الاسباني. طب قولي لي، الاسباني فرعوني، ايه احلى حاجه عملتيها؟ انا شرقي. هم كانوا لسه بيتكلموا على الشرقي. تكلميني على الشرقي. انا بحب انزل على موسيقى عربي او شرقي عشان بحبها، وبحب كمان ان هي من بلدي فانا بعملها عليها. بتكوني مبسوطه لما بتسمعيها؟ بتبتدي بحب ارقص عليها. بتحبي ترقصي عليها؟ هو راس بره الميه غير جوه الميه. اكيد. عايزه نفسي اعرف، بصي مريم لازم تقولي لي يعني، قولي لي بجد ازاي بتقلبي نفسك طلعي رجليك، فهميني. والله لازم افهمها خلاص. بصي هتقوليها لي هتقوليها لي ازاي يعني، ازاي بنتعود ده، قولي لي ازاي بنتدرب على ده. احنا بنشغل ايدينا بطريقه معينه عشان نقدر نرفع رجلينا فوق قومي. ونبقى لو قمت قومي المخرج هيجينا مش هينفع، فقولي لي انت يعني. بنحرك ايدينا كده كويس عشان نقدر نرفع نفسنا ونبقى متوازنين على الميه. سؤال مهم جدا، احنا بنتكلم على نص الجسم اللي تحت، يعني نص الجسم كده يبقى هو اللي تحت الميه والباقي كله فوق الميه. بيتطلب ايه منك دي تدريبات اللياقه؟ مين يعني اهم تدريبات لياقه عندك تقدري تتمرنيها عشان تعملي الحركه دي، تقلبي نفسك وتطلعي رجليك فوق؟ ايه اولا لازم ايدينا تكون قويه عشان تشيلنا. تمام. ونفس عشان نقدر نستحمل حركه تحت الميه. تخشي جيم كتير؟ نتدرب. تتدربي في جيم ولا تتدربي ارضي؟ حسب يعني الكابتن، يوم كده ويوم كده. يوم كده ويوم كده. قولي لي، الجيم بالنسبه لهم الاهم ولا الارضي الاهم؟ لا في فتره الاعداد زي اللي احنا فيها دلوقتي، طبعا انا يعني بقول دايما ان 80% من شغلي بيعتمد على الفتنس في فتره الاعداد اللي هي قبل البطوله بوقت كافي يعني. او كل ما البطوله تقرب كل ما بنقلل من وقت الفتنس ونكتر في وقت التمرين في المايه اكتر. فطبعا الفتنس مهم دلوقتي جدا طبعا. قولي لي، قد ايه بتتفرج علينا في الملعب؟ مشجعين. قد ايه مشجعين؟ يعني كل في بطوله العالم، في بطوله مصر وبطوله عالم في البحر المتوسط، قد ايه بيتفرجوا علينا؟ كل نادي طبعا بيشجع، بس في نادي الاهلي بيكونوا كتار قوي عشان ناس كتير بيشجعونا. وفي بطوله العالم برضو كان في الاهالي بتوعنا اللي كانوا سافرين معانا، والبنات اللي ما كانوش نازلين الباقيين وكانوا بيمسكوا العلم كانوا بيشجعونا جامد. دي حاجه كويسه يا فندم، ان انت تلاقي كل الجماهير بتقعد تشجع تشجع تشجع.
بتديكي حماس وروح؟ هي بتدي حماس وفي نفس الوقت بتدي خوف. يعني بتدي خوف ليه؟ تحس ان انت كده كل الناس بتتفرج عليك والعين عليك. طب ما دي حاجه بقى كل الناس بتتفرج علينا دلوقتي. مكسوفه ولا ايه؟ قلت لي قبل الهوا انا انت كويسه وبتكلمي زي الفل. طب قولي لي البيت بابا وماما ما الوضع؟ عادي. لا مش عادي. لا لا ده هم بقى بابا وماما يعني هم اللي بيتعبوا وهم اللي بيودوا وهم بتشجعني. يعني مين بابا بيوصل تمارين؟ ما هو دلوقتي سؤال بس بابي عادي يعني مامي بتشجعني بابي مش بيشجعني بس عشان بابي لما يشوفك يعرف. بابي بيشجع برضه بس يعني مامي اكتر طبعا. هي بتوصلني التمارين وهي بتشجعني مثلا لما اكون تعبانه وكده. يعني هي مامي اللي شايله تقريبا الحمل الاكبر طبعا اكيد الاب شايل لكن اكيد مامي. تقولي ايه ماما انت قاعده؟ بص لها بقى بص لي الكاميرا. ايوه عايزك تبقى ايوه بص لها ما تتكسفيش بص لها قولي لها تقولي لها ايه؟ قولي لها تقولي ايه مامي؟ لا لا قولي لها شكرا قولي لها تعبي معايا شكرا بحبك هي بحبك يعني اكيد اهو انا بسهل لك يلا قولي لها قولي لها ما تتكسفيش. ايوه شكرا يا مامي شكرا يا مامي. لا ايه مكسوفه صح؟ مكسوفه ايه؟ هي سندس صح؟ سندس بتكسف صح؟ قولي لي بابا وماما عاملين ايه في البيت معاكي؟ يعني عاملين ايه؟ ماما برضو شايله هي الحمل؟ شايله الحمل الاكبر يعني فعلا بتوصل وتجيب من التمرين وتصحى الصبح بدري عشان توديني التمرين وبالليل متاخر بترجعني من التمرين. يلا عشان بقى بابا يتكلم. بابا ما بيوصلكيش ولا مره؟ لا بيوصلني بس في الايام الاجازه ماما اللي بتوصلني في كل الايام بقى. اعتقد ماما هي اللي بتوصل كل يوم بس انت قلقتي صح؟ صح؟ قولي لي ولي الامر بيتعب جدا صح جدا. وفي لعبه زي كده باليه مائي يعني اعتقد هم من ضمن المنظومه طبعا اكيد يعني طبعا وهم يعني جزء اساسي ان المنظومه تنجح يعني اولياء الامور يعني لحد دلوقتي يعني انا دلوقتي مدربه ويعني اكبر منهم ولحد دلوقتي امي طبعا بتساندني وبتشجعني على الباليه المائي جدا على كل حاجه في حياتي حقيقه. اكيد هي الام كده. قولي لي يا امينه بابا وماما نفس الكلام يعني هما الاثنين بيشجعوني طبعا بس وبيوصلوني التمارين كل ما ارجع بالليل بابا بيوصل بابا بيوصل بس ماوي اكتر خايفه صح برضو. لا لازم لازم بصي عايز اقول لك حاجه طبعا اكيد بابا اكيد بيتعب واكيد عنده شغل واكيد كل حاجه وهو شايل الحمل الاكبر بس تقولي ايه لماما وانت كده قاعده على الهواء؟ بقول لها شكرا قوي على اللي هي بتعمله معايا وهي السبب ان انا دخلت اللعبه اصلا. يعني انا كنت عايزه اخشها بس هي برضو كانت عايزه تدخلني قوي وبقول لها بحبها. تحبيها؟ هايل. وايه كمان بس كده كفايه؟ طب قولي لي يا سندس في البحر المتوسط بقى نرجع للبحر المتوسط تاني للكومن كويس؟ نزلنا الايفنتات بتاعتنا كويس واول انت اول مره تطلعي بطوله بره مصر. قولي لي ايه اللي شفتيه جديد هناك؟ نظام هايل يعني البلاد يعني كابتن عزيزه ما عندهاش نظام بس مفيش مشكله لا يعني انا مش عارف تتكلم على تنظيم البطولات طبعا 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 ويعني في بلاد كثيرة وعد مختلف ولغة مختلفة كل بلد ويعني في البطولة يعني بنكون عارفين بعض نصنا كده أما برا احنا محدش ما نعرفش حد يعني انت شفتي ان في نظام في البطولات الخارجية دي كانت حاجة لفت نظرك سندس تقولي اللي شفنا ايه هناك ايه الجديد الخبرة اللي استفدتيها هناك لما سافرت البطولة زي البحر المتوسط العد مختلف الناس التكنيك في الحركات مختلف قاعده في الملعب على طول بتتفرجي على كل الناس ايوه ده غير طبعا في الملعب كنا نلعب ماتش فنمشي لا احنا بنتفرج انت قاعده احنا بنكمل عايزه لا يعني كنت قاعده تتفرجي على خبرات جديده قولي لي مين عجبك هناك لا كلنا بعيد عجبتني يعني كلهم روسيا طبعا هي رقم واحد روسيا يعني على العالم فدي اللي احنا دايما يعني بنبص لها يعني وايطاليا برده وفرنسا يعني دول من البلاد القويه يعني في الكومن واسبانيا طبعا اللي هي كانت اصلا البلد اللي هي مستضيفه البطوله رايك ان الخبرات اللي هم بيكتسبوها البنات عندنا بتاهلهم لحاجات كتيره في المستقبل طبعا هو اصلا يعني انا شايفه ان دور النادي كمان بيبقى مهم جدا في فتره الناشئين لان النادي احنا المنتخب البنات بتروح تقريبا جاهزه المنتخبات من النادي يعني احنا بنطلعهم مؤهلين من النادي لان هم تقريبا فتره الاستعداد بتاعهم قبل بطوله العالم بتبقى تقريبا شهرين او ثلاثه بس في المنتخب بس طول السنه هم شغالين كل ده في النادي فانا دوري ان انا بطلع بسلم البنات دي للمنتخبات جاهزه متاهله طبعا بقى بيشتغلوا على الرقصات الخاصه بالمنتخبات ده اللي بياخد وقت ده الفرق بس انا ردا على بيننا وبين معلش عزيز سوري في توافق بيننا وبين رئاسات المنتخب
طبعا يعني بتقعدوا يعني مع بعض بتقعدوا مع بعض فبتقولوا هنتمرن على كذا عشان عايزين كذا عشان نوصل للهدف ده ولا ولا نادي غير المنتخب؟ لا النادي بيبقى مختلف شويه عن المنتخب يعني يعني بتبقى برضو بشروط مختلفه او بيبقى ليه متطلبات مختلفه لانه طبعا البطوله بطوله الكومن بتبقى طبعا اقوى من بطولات الجمهوريه فطبعا بتبقى محتاج ان انت بتجمع احسن بتختار احسن 12 بنت على مستوى النادي كلها فبتصمم حاجه مناسبه لل 12 بنت. طيب سمعت عرفت خبر اخير ان في مدربه صربيه اعتقد اسمها جانا مدير فني مايا سوري انا اسف مايا هتكون موجوده معاكي ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله. دي حاجه مهمه جدا الصراحه يعني دي من ضمن برضو الانجازات يعني هي اول مره تحصل في تاريخ النادي يعني من وانا كنت بلعب تقريبا من سنه 2000 ان يبقى في مدير فني اجنبي للباليه المائي ده حدث يعني صراحه. طب خلينا نخرج لكابتن وائل عزق رئيس الجهاز ونقول له مساء الخير يا كابتن وائل. مساء الخير يا كابتن خالد مساء الخير على اول مبروك على البرنامج الجديد الله يكرمك يعني الله يبارك فيك وحاجه تشرفها انا متابعك يعني وانت عارف يعني انت مش غريب عني انت اخويا يعني. طبعا يا وائل طبعا كلنا اخوات الله يبارك فيك. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي بنقول ايه للبطلات اللي قاعدين قدامنا دول؟ لا البطلات دول يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني شكر خاص على المجهود اللي هم عاملينه انا مشرفني على المستوى الشخصي مشرفني النادي الاهلي دول ابطال جمال هم دول مستقبل النادي الاهلي وبنوعدك ان شاء الله الثلاثه اللي قدامك دول على باقي الفريق يكونوا في الاولمبياد ان شاء الله بمشيئه الله اللي جايه وهم بيوعدوني واحنا بنحرصين على كده عشان كده احنا عايزين نوصل المستوى نجيب مدير فني اجنبي انا سامع حضرتك هنوديهم معسكرات هيبقى عندنا تارجت ان احنا نرجع امجاد النادي الاهلي زي زمان زي ما عزيزه بتقول لك لان ده هو ده دورنا دورنا ان احنا الولاد دول يبقوا ابطال النادي الاهلي المستوى ابطال منتخب مصر مش دول بس مش امينه ومش مريم ومش سندس لا انا دوري ان بنات الاهلي كلهم يبقوا زي بعض وطبعا انت عندك كابتن عزيزه دي كانت لاعيبه اولمبيه 2 اولمبيك جيم وانا بتشرف بيها كانت في نادي هليوب هي بنت النادي الاهلي راحت نادي هليوب عملنا مجهود كبير عشان نجيبها الحمد لله نجحنا وعندنا كابتن ريتا عندنا منظومه كبيره قوي عندنا على رئيسهم كابتن طارق الصغير وبشكر شكر خاص لكابتن حماده الكفراوي يعني عايز اقول الجندي المجهول يعني عامل مجهود راجل ساكن في طريق مصر الكبير الصحراوي كل يوم في اهل مدينه نصر عشان يقوم على راحة البنات دول والمدربين فبشكره شكر خاص بشكر كل القائمين على جهاز الباليه في النادي الاهلي لان هم النتيجة واضحة قدام حضرتك احنا خد كابتن خالد احنا من 4 سنين ما كناش كده خالص ما كناش على الساحة انا عندي دلوقتي 3 بنات في البحر الابيض واربع بنات لسه راجعين من بطولة العالم فانا ببقى سعيد جدا لما بشوف البنات دي وببقى سعيد جدا ان الاعلام فاكرهم ببقى سعيد جدا لما بيتعمل معاهم مقابلات لان الصراحه دول ابطال وبشكر اولياء امورهم لان هم تعبانين جدا جدا معاهم وهم اللي وصلوهم لهذا المستوى. وائل كابتن وائل يعني انا سبتك تتكلم طبعا انا مبسوط جدا وسعيد ان في تاريخ بيتعمل جديد الابطال جداد على السكه اللي انت بتقول احنا بقى لنا 4-5 سنين بنشتغل على هذا الاعداد ولسه مستمرين ولسه عندنا هدف قريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله كابتن وائل وانت معانا لازم نقول ان في بطوله سباحه حضرتك شغاله كاس الاتحاد اخبارنا ايه وبنعمل ايه والنهارده اليوم الاول اليوم الاول الحمد لله خدنا ميداليتين ذهب للبنات وميداليه ذهب للولاد دي لسه كبدايه وخدنا 2 فضه وواحده برونز ان شاء الله بمشيئه الله بوعد جمهورنا وبوعد اعضائنا ان احنا ان شاء الله بمشيئه الله ناخد البطوله دي البطوله دي اول مره تتعمل كاس الاتحاد دي الاتحاد عاملها لاول مره داخله ضمن الدرع العام المراحل السنيه الصغيره من اول 2008 وان شاء الله بمشيئه الله يعني هنحذو حذو البطولات السابقه ونعمل نتائج كويسه ان شاء الله بمشيئه الله. قول لي ابطالنا الكبار المنتخب مصر في السباحه استاذ علي خلف الله واحمد واكرم وكل الكباتن الكبار بتوعنا علي خلف الله واحمد اكرم وميشو وهاني مور بالظبط بالظبط عندنا مجموعه كبيره قوي الحمد لله في ان شاء الله بمشيئه الله عندنا بطوله هم البطوله دي يا كابتن خالد بالمناسبه مرحله ناشئين مش مرحله الكبار ان شاء الله عندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله بمشيئه الله يوم 23/11 ان شاء الله وكل ابطالنا اللي عايشين في امريكا ان شاء الله هيبقوا متواجدين ان شاء الله ويمثلوا النادي الاهلي ونحرز البطوله ان شاء الله
وبالمناسبه في احنا لسه كان عندنا منتخب كره الميه لسه راجع من 3 ايام من بطوله العالم. كان عندنا 4 اولاد بيمثلونا النادي الاهلي برضو. يعني يعتبر ثلث المنتخب كانوا بيتمثلوا في بطوله العالم بتاع كره الميه. كان هم قوام المنتخب 13 لعيب، خدوا 4 لعيبه من النادي الاهلي ما شاء الله. هو ده يعني طلعوا الثلاثه وعملوا نتائج كويسه، متهيألي حضرتك لو متابع عملوا نتائج كويسه جدا جدا. هايله هايله طبعا، احنا متابعين جيدين جدا. لكن طمنا بقى على المدير الفني الاجنبي لفريق كره الميه. والله المدير كان هو على فكره عشان ابقى حضرتك عنه علم، ده كان مدرب منتخب ناشئين لصربيا ومدرب منتخب بنات لصربيا، كان ماسك اقوى فريق في صربيا في الدوري الصربي، عنده خبرات كبيره الحمد لله. احنا هو يعني بقاله حوالي شهر موجود معانا، راجل محترم، وان شاء الله بمشيئه الله في مفاجآت كثيره ان شاء الله. احنا مش عايزين نقاطع، بس الراجل عامل شغل كويس قوي، معاه منظومه كبيره قوي، مع مدير الجهاز كابتن محمود حسن، مع مدرب عام كابتن وليد عزت طبعا. الناس مع مدير قطاع ناشئين كابتن وليد وقفي، عاملين منظومه كده محترمه. ان شاء الله بمشيئه الله النتائج السنه اللي فاتت عندنا نتائج كويسه، عندنا مراحل كسبناها مرحله ال 2000، فاحنا بنوعد اعضائنا وجمهورنا ان شاء الله بمشيئه الله ان احنا نحقق ان شاء الله نتائج احسن من السنه اللي فاتت بكثير ان شاء الله بمشيئه الله. كابتن وائل، اخر سؤال، فريق الغطس اخباره ايه؟ وخلاص ما انت رئيس جهاز العاب الماء، خلاص هنستغلك عشان تبقى عندك علم. برضو كان في 7 اولاد طالعين بطوله البحر الابيض، كانوا طالعين للاسف السفريه اتلغت. احنا عندنا استعداد ان شاء الله، عندنا بطوله كاس مصر، وكابتن طارق نبيل تعرف مدير فني موجود حاليا، معاه كابتن اسامه كساب، معاه كابتن اسامه خلف، معاه مجموعه كابتن طغيان، معاه مجموعه محترمه. احنا السنه اللي فاتت عشان حضرتك بقى عندك علم، احنا خدنا بطوله البنات مرحله العمومي اولاد وبنات من نادي هليوبوليس، دي كانت اول مره. ان شاء الله بمشيئه الله المره دي هتبقى في نتائج احسن بكتير على مستوى قطاع الناشئين. كابتن وائل عزت، بنشكرك شكرا جزيلا انك كنت معانا، وكل امنياتنا وان شاء الله كده نتابعك في كل البطولات في كل المجالات في العاب الماء، وان شاء الله باذن الله تحرزوا كل ميداليات على المستوى الرسمي والمستوى الدوري والكاس وكل الميداليات ان شاء الله. شكرا كابتن وائل. قعد قال حاجات كتيره صح؟ حاجات كتيره. خلينا في البالين المائي. قولي لي ايه بنستعد لايه في البالين المائي؟ احنا ان شاء الله المفروض ان الفتره الجايه دي في شهر 10 عندنا البنات الكبار داخلين ان شاء الله اختبارات العمومي اللي هيختاروا. لا الصندوق لسه صغير. انا عايز في الصندوق صح. ان شاء الله سنتين وبعدين يدخلوا. تمام. دي اللي بتتاهل لاولمبياد طوكيو ان شاء الله الشهر 10 الجاي، دي اقرب حاجه للكبار. يعني هسالك سؤال كده، لعيبه اولمبياد صح؟ واعتقد انت اللعيبه الوحيده اللي سافرتي اولمبياد في مصر. يعني 2008 كان انا، 84 كانت سحر فاروق داليا مقبل، دول من النادي الاهلي. هي. 84 وبعدين 2008 كان انا. انت شفتي سحر فاروق داليا مقبل هي بتلعب؟ سحر فاروق كانت مدربتي في يوم من الايام. بس ما لحقتهاش وهي بتلعب. ما شفتوش وهو بيلعب ما شاء الله. لكن تتمني ايه في اللي جاي؟ ان هم تشوفي سندس وتشوفي امينه وتشوفي مريم في الاولمبياد؟ لا اتمنى طبعا ان احنا يعني احنا الحمد لله كان عندنا 3 السنه اللي فاتت، وبرده يعني النقطه مهمه بالنسبه لي ان كان عندي بنتين كمان، ملك جمال وجنى زكي، دول كانوا من اول 20 اللي اختاروهم من ضمن البنات اللي هتخش اختبارات المنتخب. بس يعني للاسف كان في شروط معينه ما انطبقتش على البنتين دول، بس هم يعني لا يقلوا مستوى. زعلانة طبعا، كان نفسي 5 كلهم يخشوا، بس يعني الثلاثة الصراحة الثلاث بنات يعني عملوا اللي عليهم وزيادة وفعلا شرفوا النادي يعني. فاحنا يعني كل هدفنا الفترة الجاية ان احنا نأهل عدد أكتر، انه يبقى يعني عدد بنات من النادي الأهلي أكتر في كل منتخب. ده الهدف تقريبا اللي احنا شغالين عليه الفترة دي. في الفترة دي قولي لي، شفتي كانت عايزينها بتلعب؟ لا شافوا فيديوهات. بتلعب كويس؟ قولي لي طموحك ايه في اللي جاي؟ ايه الطموح اللي عندك؟ عايزك تتكلمي بقى. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ اولا عايز تحققي ايه؟ يعني السنه الجايه واللي بعدها كل سنه نفسي اني ادخل طبعا منتخب كويس، ونفسي اوصل للاولمبياد. نفسي تعرفي في الاولمبياد؟ في الاولمبياد نفسك؟ حاجه كبيره في الاولمبياد لو رحتيها صح؟ بتتفرجي عليها في التلفزيون؟ قولي لي المستوى ده هنوصل له؟ ان شاء الله. بالظبط، برافو عليك. مريم سبتك كتير صح؟ قعدت اتكلم مع كابتن وائل وسبتك. قولي لي طموحنا فين ان شاء الله في المرحله الجايه؟ ان شاء الله برضو نخش المنتخب في السنتين الجايين تحت 15 برضو، ونخش الاولمبياد. هو ده. طب قولي لي لما رحت البحر المتوسط وبتتفرج على الاولمبياد، مين الدوله اللي بتعجبك في الموضوع ده؟ روسيا. روسيا طبعا. هم ابطال العالم.
اه طبعا ده ابطال العالم لفتره كبيره يعني ما فيش حد عارف ينافسهم. اه محتفلين يا كابتن. اه يعني واخدين كل حاجه. ايوه كل حاجه. هناخد امتى كل حاجه؟ قولي لي امين هناخد امتى كل حاجه؟ عايزين ناخد كل حاجه ان شاء الله. لا بصي يعني انا عايزك تتكلمي بجد يعني لازم يكون عندنا هدف وتارجت قوي جدا احنا نعمله. انا عارف ان المسافات بعيده ممكن لكن في الاخر بيكون عندنا هدف. ممكن امتى يعني ممكن تشوفي ايه الرؤيه امتى؟ كمان 4 سنين 5 سنين 10 سنين يعني ايه؟ ايه المطلوب؟ ايه المطلوب من الناس اللي هي عشان نوصل للكلام ده؟ ان احنا نشتغل جامد قوي على نفسنا بالظبط وان ما نكسلش وان دايما نفضل ورا هدفنا ونحقق. بس كده كابتن عزيزه قولي لي وبرده فرق الامكانيات طبعا يعني احنا طبعا هم البنات بيقولوا بس هم مش عارفين يوصلوا الصوره قوي ان بره النظام مختلف. نظام هو مش نظام على قد ما هو يعني حضرتك عندك بلد زي روسيا اللعبه الاولى عندها من واحنا صغيرين الباليه يعني طبعا هم مشهورين بكده فالاهتمام والامكانيات كلها متوفره للعبه الباليه السباحه التوقيعيه في روسيا. فاحنا هنا في مصر احنا عندنا امكانيات طبعا يعني موجوده احنا بنشتغل على قد الامكانيات ومع ذلك احنا بنعمل نتائج الحمد لله كويسه جدا يعني احنا يعني ان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى دايما نتائجنا احسن يعني. اتكلم معاكي بصراحه احنا في المرحله دي كنادي اعتقد ان النادي مدي حق البال المائي وبيحاول ياخدوا الحته دي حقيقه. قولي لي ايه الفارق الامكانيات ايه الامكانيات المطلوبه لتحقيق الموضوع ده كويس. والكلام ده مش يعني مش هنقول يعني كلام لحد معين لكن احنا بنطمح وبنامل ان في المرحله الجديده يكون احسن كتير. قولي لي ايه فرق الامكانيات الواضح جدا اللي انت محتاجاه كلاعبه باليه مائي في مصر؟ اولا ان يبقى يعني ان احنا يبقى مؤمنين ان في يعني العاب ثانيه بتحقق نتائج كويسه كويس وان في بنات بتفضل يعني تتمرن اكتر من 7 ساعات في اليوم فان يعني في مجهود مبذول يعني. انا بس عايزه اقول الفرق ان مثلا انت من 10 سنين كان عندك بنت واحده في المنتخب كويس دلوقتي انت عندك 7 بنات في المنتخب كويس منتخبين مهمين جدا في مصر. فاحنا الحقيقه يعني للامانه السنه دي ما من ساعه ما جيت النادي ما فيش حاجه انا طلبتها فنيا او انا محتاجاها تخدمني في شغلي انا ما جاتش للامانه. ده طبعا كله بيسهل لك ان انت تشتغل في بيئه يعني فيها حرفيه ان انت تطلع شغل احسن. عندك جهاز اداري بيمنع عنك اي مشاكل توصل لك لان اكيد طبعا زي اي رياضه في مشاكل فهم بيمنعوا عنك ان يبقى في مشاكل عشان انت تبقى متفرغ بس مسؤوله فنيا اداريا يعني حضرتك مسؤوله فنيه. انا مسؤوله فنيه اول ما تخرجي من الملعب بتاعك الجزء الاداري طبعا يعني دي حاجه مهمه جدا ان المدربه تبقى بس مركزه مع البنات والشغل يعني. كابتن طارق الصغير شغال كويس. كابتن طارق الصغير وكابتن محمد الكفرة كابتن محمد الكفرة ما رضاش يدخل بس هو يعني حتى انا كنت عايز اقول لكابتن وائل لا طبعا عامل مجهود جدا وطبعا كابتن وائل عزت يعني كابتن وائل عزت كمان للامانه برده شهاده. في فرق لما يبقى عندك مدير يعني حظك حلو ان يبقى عندك مدير بيوجهك ان انت تعمل صح بينصحك ان انت تعمل حاجه صح يعني هو عايز يطلع يعني عدد من الناس تعرف تدير صح وتعمل نتيجه صح. كابتن فاضل نائب رئيس الجهاز طبعا يعني هي زي ما قلت حضرتك منظومه ناجحه وطبعا اولياء الامور يعني أولياء الأمور. طبعا طبعا هنتكلم في اخر اولياء الامور دي في اخر حاجه للبرنامج بس هقول لك حاجه يا سندس عايزك تقولي كلمه لجمهور النادي الاهلي تعالى شجعني في الملعب بتاعي لما تشوفي جمهور الكوره فيه 40 50 الف فعايزين الناس دي تجي لك تقولي لهم ايه؟ في العاب ثانيه غير الكوره. بتشجع كوره كويس؟ مش بتشجع كوره؟ لا ازاي خلينا بنشجع كوره كلنا يعني مش قوي كده لكن مفيش مشكله طبعا انت بتقول لهم ان في العاب ثانيه غير الكوره دي حقيقه بتقول لهم تعالوا الملعب عندك. طيب عايزك تقولي كلمتين كلمه سريعه لبابا وماما خلاص بقى احفظها ها قولي. هم ساعدوني كتير ان انا يعني ادخل وشكرا على كده. تقولي ليه للنادي الاهلي الكيان الكبير اللي احنا كلنا منتمي ليه صعبه بحب النادي الاهلي بحبه بتحب النادي الاهلي تقولي ليه اصحابك اللي شايفينك دلوقتي كلهم على التلفزيون لا لازم تقولي لهم حاجه مش هتسيبيهم كده. لا هم يعني ساعدوني برضو اكون كده. بيساعدوها في المدرسه. في المدرسه وفي التمرين يعني مثلا احنا كنا بنساعد بعض حد مش عارف حاجه نقول له كده فاحنا يعني صحاب. جميله واموره ويعني حاجه جميله بجد ومبسوط منك جدا ومش عايزه تكوني احنا قاعدين في قاعده في الاخر في الهواء
التلفزيون ما فيهوش مشكله خالص، وان شاء الله قريب هتجيب وانت بطله كبيره كده تكوني واقفه على الاولمبياد. مريم قولي لي، تقولي لجمهور النادي الاهلي. اللهم نعم. علي صوتك، علي صوتك، علي صوتك بقى. يجوا يشجعوا اللعبه بتاعتنا يعني. كويس. يعني في لعب تانية كتير قوي ممكن يشجعوها، برضو من ضمنهم اللعبة بتاعتنا لو ممكن يجوا يشجعوها. يشجعوها. تقولي للنادي الأهلي. أقول بحب النادي قوي. بتحب النادي قوي. بابا وماما. بحبهم برضو قوي. تحبيهم قوي. آخر كلام. في حاجة تانية أقولها لهم. ما بصيش بس للكاميرا. أمينة قولي لي، هتقولي للجمهور. إن هما مش حاسين باللعبة بتاعتنا، مننا إحنا يعني. في ناس طبعا بتشجعنا بس مش كفايه، احنا عايزين ناس اكتر عشان اللعبه بتاعتنا بالنسبه لنا احنا مهمه جدا وعايزينهم يشجعونا. ف طب قولي لي لو دخلتي الملعب بتاعك ولقيتي 10,000 بيشجعوا هتعملي ايه؟ هفرح. طب هتقولي ايه للنادي الاهلي؟ ان شكرا على تعبهم معانا وبحب النادي قوي و يعني العيله بابا وماما بحبهم جدا وهم يعني بشكرهم جدا على هم عملوا معايا في الايام كلها وكده. مفيش صاحبتك وانت جايه قالت لك قولي لي قولي اسمي في التلفزيون او حاجه؟ لا ولا واحده. كابتن عزيزه يعني في اخر الحلقه لازم برضو تقول لنا كلمه جماهيريه فعلا للنادي. انا هقول كلمه طبعا للنادي بس عايزه اقول بس نقطه قبلها النادي. سريعا قولي قولي ان كابتن ياسمين علي كانت هي اصلا سبب ان هي مطلعه البنات بالتاسيس الكويس قوي ده، هي معاهم من هم صغيرين جدا لحد كان السنه اللي من هم تقريبا تحت 10 سنين لحد السنه اللي فاتت، فهي ليها دور كبير جدا جدا في ان البنات وصلوا له. عارفه ايه اللي عجبني فيكي؟ تواصل الاجيال. احنا هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي انت بتشكري اللي قبليكي وبتستمري على النهج بتاعه. طبعا. وكلنا بنستمر مجالس ادارات لاعبين منظومه كامله كلها مستمره بجد. اقول للنادي الاهلي انه يعني هو فعلا ان الواحد لما بيتربى في النادي الاهلي يعني لو جبت اي حد تاني من نادي تاني بيبقى انتمائنا مختلف للنادي الاهلي الحقيقه يعني. مش عارفه ايه اللي فيه بس يعني كلنا عندنا يعني مش عارفه بجد. هو كده هو كده هو كده بيتولد كده بيتولد كده النادي الاهلي. لا وبعدين هو الفكره ان كمان عندنا في الـ في الـ في منظومه السباحه يعني او جهاز السباحه ان انت لما يبقى عندك مشكله بتلاقي الجهاز كله معاك في المشكله دي حقيقه يعني الجهاز كله وراك الجهاز كله كلهم واقفين معاك جدا يعني، ودي حاجة برضو مش موجودة يعني ما تلاقيهاش في أي حتة صراحة. هتقولي حتتين انت، هتقولي للعيلة حاجة وهتقولي حاجة تانية بس هقولك عليها. قولي هتقولي ايه للعيلة؟ لا يعني العيلة يعني هي أمي وأبويا طبعا وأخويا طبعا تمام. يعني هما التلاتة من بداية خالص ما ابتدينا يعني هما دول أصلا السبب لأي نجاح أنا عملته عامة. أنا يعني دكتورة برضو فيعني على أي مستوى علمي أو رياضي هم السبب في كل حاجة يعني. أنا أخويا برضو رياضي جدا في النادي الأهلي برضو، فهو اللي حببني أصلا إن أنا أبدأ رياضة في النادي الأهلي. هو اللي دخلك في النادي فلا هم كل حاجة الحقيقة. طيب بيكملوا مع بنتي يعني برضو. لا بس لسه لا وديك في نص تاني. هنروح هتقولي إيه لبيتك بقى بنتك وزوج حضرتك اللي هو أيوة. برضه لعيب في نادي هليوبوليس مظبوط؟ ايوه ايوه كلكم انا رياضيه منافس منافس لا طبعا هو الفكره ان يبقى الزوج رياضي وفي نفس المجال الميه يعني او السباحه ده بيساعد كتير جدا طبعا يعني. هو اكيد طبعا بيشجعني يعني دي برضو كان لازم اقولها صراحه حمايه جدا اهلاوي جدا فبيشجعني جدا جدا يعني هو بيشجعني اكتر من ابنه كمان. كابتن عزيزه يعني في اخر الحلقه يعني فعلا سعيد اللي كنت معاكم وسعيد ان انتم موجودين كلكم وحاجه مشرفانا وابطال جمال وان شاء الله كده سند نتقابل قريب انت وامينه ومريم باذن الله وانتم رافعين ايه؟ ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ميرسي يا كابتن عزيزه نورتونا وشرفتونا ودول معاكم في اخر الحلقه دول هم اولاد النادي الاهلي اللي دايما مشرفينا ودايما بنفخر بيهم وهنتابعهم من سن صغير لغايه ما يكبروا وان شاء الله دائما وابدا يحققوا لنا الميداليات والبطولات والانجازات. انتظرونا كل يوم من 7 ل 10 في برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.